أهلا بيكم وبكل مشاهدين قناة النادي الأهلي وبرنامج خط أحمر. أهلا بيك يا أسامة. أهلا بيك يا فارس، وأهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. إن شاء الله حلقة تكون ممتعة زي ما عودنا. ولأننا بنكسب بالإرادة فمفيش إرادة مختلفة عند جمهور النادي الأهلي ولا مسؤولين النادي الأهلي ولا لاعبي النادي الأهلي في مباراة النجم الساحلي. مباراة مختلفة عن أي مباراة في الموسم ده، مباراة هي مباراة محورية، هي اللي هتخلينا إما نكمل في أفريقيا إن شاء الله والموسم يكون موسم متكامل، أو هتحدث هزة إن شاء الله ما تحصلش أبدا. عشان كده الإرادة هي شيء مطلوب من كل من ينتمي للنادي الأهلي، جمهور، مسؤولين، لاعبين وجهاز فني. أكيد مباراة هي عنق زجاجة كعادة البطولات اللي حصل عليها النادي الأهلي، ودائما البطولة بتيجي من عنق الزجاجة اللي احنا بنمر بيها في أي مباراة في دور الثمانية أو في دور قبل النهائي أو نصف النهائي. لكن الحقيقة مباراة النجم تحديدا احنا وضعنا نفسنا فيها بسبب تعادل مع بلاتينيوم، وكمان النجم كان موفق بشكل كبير جدا في السودان بنتيجة غير متوقعة بفوزه على الهلال السوداني، فده أشعل المجموعة وخلى موقف النادي الأهلي إلى حد ما صعب، ولكن بما إن الكورة بين أقدامنا فاحنا قادرين على الحسم ان شاء الله، خاصه واحنا عاملين مباراه النجم في سوسه او في تونس كانت مباراه كبيره جدا، برغم اننا كنا ناقصين ايمن اشرف في الدقيقه 12 وكنا احنا المستحوذين واحنا المسيطرين. كل ما ينقصنا هو التوفيق، ورساله لجماهير النادي الاهلي، نتمنى ما حدث في مباراه بلاتينيوم السابقه لا يتكرر مره اخرى. ارجوك خليك في ظهر الفريق، الفريق محتاجك بشده، الفريق محتاج يسمع صوتك مش يسمع سكاتك، محتاجين دعم كبير جدا، مؤازره من اول دقيقه للاعبي النادي الاهلي، لان اكيد جزء كبير جدا في مباراه بلاتينيوم اللي حدث في المدرج خد من تركيز لاعبي النادي الاهلي. نتمنى ان يكون لاعبي النادي الاهلي في قمه تركيزهم، وكمان جماهير النادي الاهلي الوفيه تساعد على التركيز واشعال روح الحماس عند النادي الاهلي، لان طبعا يا فارس جمهور النادي الاهلي دائما وابدا هو رقم واحد في الملعب. اكيد يا احمد، وعشان كده العدد قليل العدد كبير، أكيد كل مشجع هيكون موجود هيعمل أقصى ما في وسعه. بداية رئيس النادي إدى إشارة لما كان موجود في ميران النادي الأهلي، وكان حريص على مدار يومين إن هو يتواجد ويطمئن على أحوال الفريق، ودي عادة أي قائد إن هو يكون موجود وسط جنوده في اللحظات الحاسمة اللي دايما بنوصل فيها رسالة إن قد إيه المباراة مهمة وقد إيه المباراة محورية. من أول رئيس النادي مرورا بكل أطراف المنظومة تعي جيدا أهمية المباراة دي. أكيد وأكيد اللاعبين عندهم نفس الحماس، وكان بعض اللاعبين كانوا في اشتياق وفي انتظار لمباراة النجم الساحلي. في حديث مع بعض اللاعبين قال احنا منتظرين بالفعل مباراة النجم الساحلي، لأن هم حسوا إن هم اتخطفوا في تونس، وإن التحكيم كان دوره مؤثر جدا في إننا يفقدنا لاعب زي ما قلنا. فأتمنى يكون الرد في الملعب يكون فيه هدوء، في تركيز، قادرين بإذن الله على حسم الموقع دي، وإن شاء الله بإذن الله قادرين أيضا بس على مباراة الهلال السوداني، لكن نتخطى خطوة بخطوة. وأكيد فنيا احنا أفضل على مستوى اللعيبه وعلى مستوى المراكز، بيغيب عننا قوه ضربه جدا زي الكابتن رمضان صبحي، لكن بقيه اللاعبين قادره انها تسد ان شاء الله، وباذن الله تكون مباراه بتعيد الثقه تاني لجماهير النادي الاهلي في مشوار النادي الاهلي الافريقي اللي باذن الله باذن الله نتخطى دور المجموعات، وباذن الله لما نتخطى دور المجموعات هيكون مشوار النهائي اكيد مش سهل، لكن اكيد هتكون الفرصه كبيره جدا للنادي الاهلي، لان دايما لما يكون عندك موقف صعب كده بتتخطاه بتبقى الامور بعد كده اسهل بمشيئه الله. الدفعه المعنويه يا احمد أكيد. اللي احنا منتظرينها، وان كان في مباراه النجم في تونس كان في اشياء كلنا شعرنا بيها بظلم بالغ، فدي فرصتك. الملعب هو المره دي بتاعك، تقدر تعوض فيه كل حاجه. ولكن يا احمد اعتقد اجواء البطوله دي مش بس في الملعب، وزي ما اخواتنا في تونس دايما بيتكلموا ان الامور لا تحسم دايما في الملعب، في اشياء اخرى محتاجين نبص ليها عشان نعرف الامور بس في الملعب ولا في حاجات تانية بره. والله هو مع قياده احمد الامور بقت صعبه جدا، ما بقتش بس في الملعب، ولكن في زي ما فارس بيقول الاخوه التوانسه، واكيد الاخوه المغاربه بيجيدوا اللعب في الامور دي. نطلع بس نشوف الاول تقرير كابتن سالم حفيظ عن قرار الكاف في قضيه الاستبدال اللي احنا اتفاجئنا بيه، ونرجع نعقب تاني.
يعني طبعا هي مباراة في منتهى الأهمية بالنسبة لنا، وأعتقد أنها كمان في ترتيب المجموعة وتصدر المجموعة أو حتى في حسابات المجموعة، فخلينا يعني نكون مستعدين بشكل كويس قوي، وعندنا كمان يعني فرصة كويسة إن احنا يعني في قيد لعيب جديد موجود في التشكيلة الدفع بيه من البداية، أو جزء من اللقاء ده خاص بفايلر، لكن الإقرارات الورقية القيد سواء كان محليا أو إفريقيا انتهى خلاص، يعني من حقه إنه هو يشارك، لكن المسألة الفنية يعني دي راجعة للجهاز الفني. يعني مباراة مهمة جدا طبعا، مباراة في حسابات المجموعة في منتهى الأهمية مع منافس عنيد وقوي اللي هو النجم الساحلي، ان شاء الله الرحمن نكون موفقين فيها. ممكن يعني اثناء اللقاء انا عارف ان في ممكن بعض الاوقات يبقى فيها جزء من العصبيه او الشده، احنا مش عايزين نتجر لكده، ولا عايزين في حساباتنا ان يبقى في نوع من التنشن ولا العصبيه تضييع الوقت ولا حاجه، لكن في النهايه ربنا يكون موفقنا ان شاء الله الرحمن في استغلال الفرص اللي تيجي بدري، حتى لو ما كانش فيها توفيق في البدايه نفضل لحد اخر ثانيه، لان هي ما لهاش علاقه بالاهداف او كميه الاهداف، هي قد ما لها علاقه بالثلاث نقاط. يعني يهمنا ان احنا مع صفاره الحكم اللي هو فيكتور كوميز اللي هو من احسن حكام او ان لم يكن احسنهم، يعني ان شاء الله ما تكون ثلاث نقاط معنا باذن الله. هي مباراه زي ما قلت لك حساباتها يعني دخلت في حاجات كثيره كمجموعه ككل، يعني احنا والهلال والنجم يعني، فان شاء الله نكون توفيق حلفنا ويكون الثلاث نقاط معانا باذن الله. المباريات القويه والمباريات الحساسه بتفرز الشخصيه اللي تلعب في الانديه الكبيره، يعني احنا واثقين في كل اللعيبه بشخصياتهم وقدراتهم وامكانياتهم، ان شاء الله الرحمن نكون موفقين فيها. عندنا طبعا بعض الغيابات، لكن في النهايه احنا نتعامل مع اللقاء بالواقعيه، يعني واثقين في كل المجموعه ايا كان ال11 اللي هيختارهم فايلر، احنا واثقين فيهم ان شاء الله الرحمن يحققوا المكسب باذن الله. اي انسان بيبقى عايز ينجح او عايز يعني يتقدم او يحقق حاجه ايجابيه، اعتقد ان هو لازم يبقى عنده ثقه في نفسه وفي امكانياته، وكمان عنده شخصيه تواكب الاحداث والازمات او المواقف اللي هيتعرض ليها. يعني زي ما قلت لك هي مباراه يعني فيها حسابات كتيره، لازم ناخدها بمنتهى القوه، لازم نتعامل معاها بالعقل والقلب في نفس الوقت، لان انا متاكد ان ممكن يبقى فيها بعض الحاجات اللي ممكن يعني تخرج حد عن تركيزه، لان ان شاء الله نكون مركزين من اول دقيقه لاخر دقيقه باذن الله. رمضان ان شاء الله ممكن يكون موجود معنا في مباراه الهلال باذن الله بشكل قوي، يعني قرابه ال 95% باذن الله. ان شاء الله يكونوا مؤثرين، هم عارفين دورهم، اتمنى ان يبقى دايما التشجيع من الثانيه الاولى للثانيه الاخيره مهما كانت النتيجه، احنا بنلعب كره قدم ما بنفهمش حاجه غير في كره القدم، فان شاء الله باذن الله يكون في مسانده من الثانيه الاولى للثانيه الاخيره. دايما في اوقات كتيره قوي او في بطولات كتيره وحسمت في اخر خمس دقائق، رغم ان هي ممكن يعني ما تبقاش موجوده على الواقع او ارضيه الواقع، لكن بجمهور النادي الاهلي وحماس النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في اخر خمس دقايق ولا حاجه بتتحسم لقاءات كتير قوي. يعني انا متاكد ان جمهور النادي الاهلي من الثانيه الاولى للثانيه الاخيره هيبقى موازن ومشجع للنادي الاهلي، وان شاء الله الرحمن باذن الله ان يكون التوفيق حلفنا ونحقق نتيجه كويسه من بدايه اللقاء وتستمر للنهايه باذن الله. تصريحات مهمة جدا لكابتن سيد عبد الحفيظ، رسائل موجهة وقصيرة لكل أطراف مباراة النجم. يستوقفني الرسالة الخاصة بفيكتور جوميز إنه هو حكم المباراة. فيكتور جوميز يا أحمد حكم جيد جدا وحكم مميز جدا، من أفضل الحكام، رقم واحد فهو من أفضل حكام القارة. الجمهور كان متخوف من تسيمبا، ولكن لما أعلن عن فيكتور جوميز في حالة ارتياح عام. عندي وجهة نظر مختلفة، حتى بكاري جسامة هو حكم فنيا من أفضل الحكام اللي أنا شفتها في أفريقيا على مدار سنوات، لياقة بدنية مميزة، سرعة قريب من كل القرارات، ولكن الأمور أحيانا بتكون في اتجاه آخر. نتمنى من فيكتور جوميز يكون كعادته في المباريات الكبيرة بيكون قراراته في اتجاه دايما العدالة التحكيمية، ده اللي نأمله بغض النظر عن الأسماء، لأن الأمور في التحكيم الأفريقي مش مرتبطة بأسماء خالص. هو كمان عايزين نوضح نقطة اتكلم فيها الكابتن سيد عبد الحفيظ عشان البعض ما ياخدش الكلام ان انت معينينا رقم واحد في ملعب القاهرة، لا، الكابتن سيد عبد الحفيظ بيقول انت مدرك تماما ان مباراة الأهلي والنجم هي مباراة كبيرة جدا، مباراة بين فريقين كبار فيها صراع وتنافس، فجبت حكم محترم تحكيميا.
ليه في مباراه الاهلي والنجم الاولى كان الحكم دون المستوى، وطبعا عرفنا ان الحكم ده كان له بالظبط كان له تاريخ صعب جدا مع النجم الساحلي واستعرضناه قبل كده. لكن الاهم في الموضوع ان بيصدر قرار من الكاف، قرار لاول مره يصدر من الكاف استبدال 4 لاعبين في يناير. موضوع ده اللي بيخلينا نتكلم، احنا ما عندناش نظريه مؤامره، ولكن بعض الاحداث في عهد رئيس الكاف الحالي احمد بتجرنا دايما ان نفكر ليه القرارات دي بتتاخد، ليه القرارات دي بتتاخد ومين اللي بيستفيد. دايما اسال عن المستفيد. طبعا المستفيد حاليا هو فريق الترجي التونسي وفريق الوداد البيضاوي المغربي، وبالتحديد انديه تونس وانديه المغرب، لان انديه افريقيا تقريبا القائمه بتاعتها تقريبا منتهيه. وبغض النظر حتى عن انديه افريقيا، هو ليه قرار الاستبدال يجي في الوقت الحالي؟ ايه الضروره كده؟ كوليبالي لما هرب من النادي الاهلي، النادي الاهلي رفع شكوى رسميه او مذكره يطالب بتبديل مكانه في القائمه الافريقيه. الاتحاد الافريقي كان بيرفض تماما وقال ان مفيش تبديل الا في ظروف قهريه. ما هي الظروف القهريه؟ ده السؤال بقى اللي بيواجهه الاتحاد الافريقي. ايه هي الظروف القهريه اللي بتدفعك انك تعلن عن استبدال 4 لاعبين؟ خاصه لما نعرف ان اللجنه اللي خدت القرار ده كانت مكونه من 4، طبعا مجهود كبير جدا لموقع الاهلي دوت كوم وتحديدا زميلنا رضا غانم. لجنه الكاف اللي اصدرت الاستبدال دي اتكونت من 4 شخصيات، طبعا احمد رئيس الكاف، وطبعا الكابتن هاني ابو ريده، والكابتن فوزي لكشح، ومعاذ حجي، والاثنين الاخر دولت واحد رئيس الاتحاد المغربي او الجمعيه المغربيه، واخر مسير للكره المغربيه. فاعتقد الامور بتبقى واضحه بشكل كبير جدا. كمان لما تبص على فكره ان يتاخد القرار ان مش لعيب سابق او انتقل لنادي ثاني، لا، لعيب لم يشارك في البطوله ولا دقيقه، وتجد ان فريق زي الترجي عنده 8 لاعبين ما عندهمش ما شاركش منهم لا اي لاعب اي دقيقه في البطوله، فبالتالي انت تقدر تغير 4 منهم. هل ده راجع لان فريق الترجي بدا يعني تعاقد او ساب لا قبل ما يشتري ساب من نجوم زي البلايلي وزي هيثم جويني وزي ماهر بالصغير، سابهم لانديه اخرى وهم مسجلين، وزي انيس البدري وهم مسجلين في القائمه، فبالتالي القرار ده كتعويض لنادي الترجي؟ دي اسئله لازم نسالها، اكيد لازم نسالها. كمان فريق الوداد يا فارس عنده برضه ايضا عنده امكانيه استبدال 3 لاعبين، يعني اذا كان الترجي 4 لاعبين عنده امكانيه الاستبدال، فالوداد كمان عنده استبدال ل3 لاعبين. اكيد طبعا الموضوع برضه جاء افاده لنادي الزمالك ان هو بقى عنده 2 لعيبه يقدر يستبدلهم. فهنا السؤال للكاف وللجنه اللي خدت القرار ده والكابتن هاني ابو ريده، ايه هي الظروف القهريه اللي دفعت الكاف ان هو يسير على عكس ما اعتدناه على الكاف؟ وبالمناسبه ده دايما بيتكرر في عهد احمد، الاسماعيلي كان خرج من البطوله بقرار من الكاف، ثم تم اعاده الاسماعيلي مره اخرى في سابقه لم نشاهدها في تاريخ عيسى حياته او في تاريخ الكاف، كان القرار بيصدر خلاص انتهى الامر. حاليا قرارات غريبه جدا، حاجات بنشوفها في عهد احمد تدفعنا لتساؤلات كتيره جدا، ومع ذلك احنا مش بنحط حجج ولا بنحط شماعات ولا الامر يعنينا في شيء، لكن لازم نتساءل لان احنا مشاركين في المسابقه. لا طبعا حقنا نتساءل يا احمد، لكن مش ده الحجه بتاعتنا ولا الشماعه بتاعتنا ولا فكره اللي بنعيش دور المؤامره، لكن ده سؤال لازم نطرحه. هو مش سؤال بس، هو مبدا، احنا بنتكلم في مبدا. الاستبدال لما اثير في الدوري المصري كان مدير الكره في النادي الاهلي ليه تصريحات واضحه وصريحه بتتحدث في فكره ان تطبيق الاستبدال يخل باسس المنظومه. هتقول لي الاستبدال اتطبق قبل كده بغض النظر عن الملابسات، وان الانديه وقتها كلها كانت داعمه لفكره تطبيق الاستبدال، اما وان الاتحاد الافريقي بيخرج بقرارات. يا جماعه احنا تجاوزنا فكره افريقيا مش قاره مقفول عليها، احنا بنشوف دوري ابطال اوروبا، بنشوف الليبرتادورس، بنشوف البطولات الكبرى الدوليه لها انظمه. مش معقول بين دورين يخرج الاتحاد او احد لجانه بقرارات تغير او نظام المسابقه ويكون بتخدم مصلحه افراد وافراد تانية بتخدمش مصلحتهم، خصوصا ان كابتن سيد عبد الحفيظ كان له احد التصريحات في منتهى الخطوره ان لم يتم مناقشه ده، مفيش اي كلام في الموضوع. وانت لما تيجي تقيم قرار شوف تحضيراته، تحركات الوداد وهو عنده 3 لاعبين يقدر يستبدلهم، الخروبي والبهجة ومريد، عندنا في النجم الساحلي 6 وليد كردان وايمن الطرابلسي والعواضي واحمد الرداوي وعلي البريقي ويانيس تافيز، الترجي 7 لاعبين، عندنا كمان الرجاء 3 لاعبين، 8 لاعبين بالظبط. فاحنا هنا بنتكلم عن قرار سياقه إن جميع الأندية التي لها مصلحة أخذت إجراءات يا أحمد
بتعكس بالظبط. هو ده بيت القصيد في الموضوع. احنا بنتكلمش في القرار، انت بتتكلم في ان في انديه بدون ان تعلم في القرار المفترض زيها زي النادي الاهلي خرجت بمجموعه من الاجراءات على مستوى الانتدابات كان واضح ان هي على خلفيه معرفتها بصدور قرار زي ده. هل الممثل المصري للجنه دي اتكلم مع النادي الاهلي، تشاور مع النادي الاهلي او نادي الزمالك الانديه المشاركه في افريقيا؟ اكيد من انعكاسات القرار ده لا، القرار خرج بشكل مفاجئ. ولكن في حاجه كمان حابين نتكلم فيها على المستوى بقى البعيد فيما يخص رؤيتنا للكره المصريه ومصير الانديه التي تلعب مسابقات افريقيا عن الدوري المصري. نادي الترجي في حوالي 13 لاعب اجنبي، 7 لاعبين جزائريين: عبد القادر بدراني، محمد امين تقي، الياس شتا، عبد الرؤوف بن غيط، عبد الرحمن مزياني، بلال بن ساحه وطيب مزياني، وحمد الهوني اللاعب الليبي المميز جدا. معاهم اوتارا الافواري واوكاسو الناجيري وفوسيني كوليبالي وكوامي بونسي وادفاتي. هنا بنتكلم في الترجي بيلعب دوري ابطال اوروبا. بمعنى ايه؟ بمعنى انه هو اتاح لي الاتحاد المحلي بنتيجه القرار الخاص باعتبار اللاعبين اللي من الشمال الافريقي بالظبط احمد كلاعبين محليين ان هو يدعم صفوفه. انت هنا بتتكلم في قايدة عدد اللاعبين الاجانب فيها لا يقارن بالانديه التونسيه. تاني حاجه، انت بتيجي بتعجبك مستوى لاعب في سموحه في نادي اي احد انديه الدوري اللي لها كلها احترامها، فبتيجي تحاول تضمه، بتلاقي مغالاه جامده جدا في طلباته الماديه، حتى لو بتنتدب اللاعب ده بيأثر على قدرتك الشرائيه في انتداب لاعبين. انت مالك قلبت تونسي كده؟ انتداب ما هو احنا بنتكلم عن قضيه فعلا الكره التونسيه لما تدخل حتى المنتديات الخاصه بالتوانسه الناس بتفكر صح يا احمد، الناس بتفكر صح. هو بيتكلم ان بس هو عايز لان في برضه الكلام ده برضه له انعكاسه في تونس تحديدا، ان بدات الناس تتكلم حتى من مساندين الترجي ان فكره هويه فريق الترجي بتضيع. ده مع الوقت لما تلاقي انعكاساته زي دوري ابطال اوروبا، او انت ممكن تلاقي الفريق فيه 10 لاعبين مش من الدوري المحلي او مش من نفس الدوله وبيحققوا بطوله، هتعرف ان قد يكون الموضوع الباور ده اقدر استخدمه ازاي، ومفيش مشكله يبقى اللاعبين التوانسه موجودين بس على مستوى اللاعبين المميزين. تقدر انت لما تلاقي مغالاه من انديه في تونس تروح تجيب لاعب من ليبيا، تروح تجيب لاعب من المغرب. هنا انت مقيد بعدد لاعبين محدود جدا. اتمنى لا، ده كمان في كلام ان عدد المحترفين احنا 4 هيتم، ما هو ده بقى الخطوه اللي جايه. ده الخطوه الجايه هينزلوا كمان لاعب، ده عايزين يقللوا كمان لاعب الموسم الجاي 19 20، ده هيقلل كفاءتك على المستوى البعيد جدا. بالظبط، ودي كمان هتخليك بتدخل منافسات مع انديه شمال افريقيا هم ليهم يد عليا فيها بشكل ده. لانه خلاص بقى متاح لي ان هو يقدر زي ما جاي الترجي جايب 7 لعيبه من الجزائر بالزبط. وكمان 5 محترفين، ده غير واحد معار بس اترفع من القائمه، يعني 12 لاعب محترف في صفوف الترجي. احنا مش بنقول في مصر برضه عشان الناس ما تفهمش ان احنا عايزين 7 ويبقى الموضوع مفتوح، لكن يكون في مساحه اكبر للانديه المصريه، خاصه ان انت الانديه دي بتشارك في افريقيا، واكيد ده بيعود بنفع على الكره المصريه بشكل كبير جدا، لان الانديه دي بتمثل على الكره المصريه. على العدد الموجود دلوقتي، هو ده اللي احنا بنمهد ليه عشان انت ما تجيش تقلص العدد. ده 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 ادنى شيء ان انت تحافظ على العدد الموجود دلوقتي. انا وجهه نظري ان انت على الاقل كمان تزود لاعب او 2 لعيبه كمان، 6 لاعبين هيكون رقم جيد في شمال افريقيا جدا، لان انت بتجابه ده. وممكن تطبق نفس المنظومه فيما يخص اللاعبين من شمال افريقيا على الاقل في 2 لاعبين لو عايز تبادل الاتفاقيه، لان هو بيعتبر اللاعب المصري دلوقتي محل. بالظبط، وعلى العكس انت ما بتعملش ده، فده شيء مش مفهوم. نتمنى من اتحاد كرة القدم المصري يقف شوية جنب الأندية المصرية، خاصة الأندية طبعا كل الأندية المصرية على حد سواء، وخاصة بقى أي نادي بيشارك في بطولة أفريقية لازم يكون ليه دعم كبير جدا، وخاصة في قضايا زي اللي بنتفاجئ بيها زي قضية الاستبدال. ونتمنى التصريحات اللي نشأت عن أزمة مباراة الترجي والوداد الموسم الماضي أو البطولة الماضية لا تلقي بظلالها على البطولة الحالية في اختيار ملعب المباراة. بنؤكد تاني، نخشى أن يكون بيتم الاستعداد حاليا لاختيار ملعب محمد الخامس كملعب لاحتضان المباراة النهائية، وأعتقد لما هنحط الصور جنب بعضها هتكون صورة واضحة جدا تطرح تساؤلات عديدة جدا في عهد رئاسة أحمد للكاف.
نقفل بقى قضيه الاستبدال وننتقل للاعب اخر وهو لاعب النادي الاهلي اللي ما زال مواليد 97 واحتفال بتجات النادي الاهلي وطبعا البيدج الرسمي بعيد ميلاد الكابتن رمضان صبحي اللي بنتمنى ان شاء الله يلحق مباراه الهلال السوداني. هو بنسبه 90% تقريبا موجود ان شاء الله في مباراه الهلال السوداني، لكن طبعا كان عيد ميلاده والبيدج الرسمي احتفل. فارس بيقول نحتفل اليوم بعيد ميلاد لاعبنا رمضان صبحي مواليد 97 ونتمنى له عاما سعيدا مليء بالنجاحات. طبعا مواليد 97 دي بتلفت انتباه البعض، حتى طلع قبل كده مقدم برامج قال لك هو رمضان صبحي هيفضل طول عمره مواليد 97؟ لا لسه 97 هيبقى سنه 98 وسنه 99. فكان في برضه مشاعر ايجابيه جدا اللاعب مصطفى محمد اللي هنى رمضان صبحي بميلاده وقال له حبيب قلبي كل سنه وانت طيب. مصطفى محمد بيقتدي برمضان صبحي كتير جدا، تصريحات كان بيخرج يتحدث عن دور رمضان كقائد ولاعب ملهم للمنتخب الاولمبي، كان ظهرت علاقه بينهم ايجابيه جدا الأكبر في المسابقه. دايما بنتكلم عن المشاعر الايجابيه دي اللي احيانا يفسدها الاعلام، واحنا ان شاء الله مش هنكون جزء من افساد زي المشاعر اللي بتكون زي دي يعني. اكيد. وبرضه من المشاعر الايجابيه اخرى وهو كابتن نادي الزمالك شيكابالا، وطبعا بيهني طبعا رمضان صبحي هابي بيرث داي براذر. طبعا شيكابالا لعيب كبير جدا ورمز من رموز نادي الزمالك لدى جماهير نادي الزمالك، فطبعا لفته طيبه منه ان هو بيهني رمضان صبحي على عيد ميلاده. ننتقل لصفحه جمهوريه الاهلي اللي قالت نحتفل اليوم بعيد ميلاد نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر رمضان صبحي المتوج بلقب افضل لاعب في كاس امم افريقيا للناشئين تحت 23 عام، عيد ميلاد سعيد رمضان صبحي، نتمنى عودتك سريعا للملاعب. الاهلي اليوم وعلى طريقه وقفه رمضان او وقفتي رمضان، كل سنه وانت طيب يا رمضانة. ماجيكانو قالت نحتفل اليوم بعيد ميلاد لاعبنا رمضان صبحي 23 عام، 3 دوري مصري، 3 سوبر مصري، كونفدراليه، وعشان كده انا بقول لك يا رمضان رساله مهمه جدا. بطوله افريقيا 23 عام. بطوله افريقيا تحت 23 عام، بس انا حبيت اختص البطولات اللي تحت مظله النادي الاهلي عشان اوجه رساله لرمضان صبحي. رمضان صبحي صدقني لاعبين كتير بيكونوا محترفين وبتعدي ذكرى ميلادهم ولا نشعر بيها ومش هنحط مقارنات، ولكن وجودك وسط جمهور النادي الاهلي هو اكبر مكسب. النادي الاهلي محتاج تشعر بقد ايه التحول اللي حصل في مسيرتك بعد عودتك ليه. لازم دايما النادي الاهلي يكون خيارك الاول والاخير في مسيرتك. هو اكيد طبعا هو الراجل اعلن ان هو بيتمنى الاحتراف وده حق مشروع، لكن حقنا كمان نطالبك بوجودك في النادي الاهلي خاصه وانت اضافه كبيره للنادي الاهلي وابن من ابناء النادي الاهلي، ولولا احترافك كان زمانك خدت 4 أو 5 دوري. فات طلع سنه تقريبا خد فيها النادي الاهلي الدوري، لولا احترافه كان زمان دلوقتي محقق رقم يضاهي اكبر لاعب او اكثر لاعب في انديه اخرى حصل على لقب الدوري وهو لسه عمره 23 سنه. حقيقي. ننتقل لتعليقات اللاعبين على رحيل وليد ازارو. طبعا وليد ازارو انتقل لنادي الاتفاق السعودي على سبيل الاعاره لمده 6 شهور، وده اللي فتح المجال لقيد اليو بادجي في القائمه المحليه والقائمه الافريقيه، فكانت في مشاعر طيبه جدا من لاعبي النادي الاهلي بتبارك لازارو وكمان بتقول ان احنا منتظرينك، على راسهم طبعا الحاوي اسطوره النادي الاهلي الكابتن وليد سليمان، بيقول له بالتوفيق يا حبيبي ربنا يوفقك وتكسر الدنيا وترجع لنا قريب ان شاء الله. طبعا اسطوره لما الكابتن وليد سليمان اسطوره النادي الاهلي وفي ريحه الحبايب وريحه الزمن الجميل. طبعا التعليقات كتمرة. علي معلول كتب بالتوفيق يا اخويا وعشره عمري هتوحشني جدا. ايمن اشرف برضو كتب بالتوفيق يا احمد، وكان تعليقات ايجابيه جدا من اللاعبين، ولكن عندنا بجانب التعليقات الايجابيه بعض التعليقات الاخرى اللي في منحنى مختلف تماما. الاستاذ شادي عيسى، وبنتناول لانه اصبح يحمل صفه دلوقتي داخل اعلام نادي الزمالك، نعرض التويته اللي كتبها. كتب فيها هاشتاج قيد كاسونجو لن يمنع الناس انها تسال لماذا تعاقد الاهلي مع مهاجم اجنبي ب 33 مليون جنيه وبدا التدريب والاهلي لم يستطع قيده حتى الان بسبب وجود 4 أجانب في القائمه، اليس هذا خطا اداري؟ وعشان كده طلعوا بهاشتاج كاسونجو ليغطوا على عدم قيد السنغالي بادجي.
لما تقرا التويته تلاقي نفسك ماشي في منحنيات. انت ما عرفتش تقيد بادجي اللي موجود بالمناسبه في قائمه النادي الاهلي حاليا، واكيد النادي الاهلي يا استاذ شادي ما بيتحركش بالطريقه العشوائيه اللي بتتحرك بيها بعض الانديه. النادي الاهلي عارف بيعمل ايه كويس، وازاي لما يجيب لاعب يطلع لاعب اعاره بصفه رسميه. والاهم احنا مش محتاجين نغطي على كاسونجو قيده من عدمه، ولكن محتاجين نتكلم في حاجه مهمه قوي. احنا عمرنا ما تطرقنا لفكره قيد لاعب من عدمه الا لما بيكون في هجوم من الاعلام الزملكاوي على شيء يخص النادي الاهلي، وده اللي حصل. انت طرحت تساؤل ازاي بادجي ما تقيدش بالمبلغ اللي هو على فكره طبيعي جدا للاعب بيلعب في اوروبا، وانا شايفها قيمه انتقاليه مش محتاجين نشرحها، لان قيمه انتقاليه تكاد تكون معقوله جدا. ولكن حضرتك بما انك سالت سؤال تسمح لي اسالك، لاعب زي كهربا كان بيلعب في نادي الزمالك كان بيدر ملايين، 3.5 مليون يورو لما خرج اعاره لاتحاد جده. احد الامور التعاقديه ادت الى انه ينتقل للبرتغال ببطاقه مؤقته. الفيفا او اللجان التظلمات هتحكم بايه؟ حاجه هنشوفها بعدين عشان نعرف صحه الموقف. لاعب زي حمدي النجاز كنت بتضمه بقيمه شرائيه حوالي 700 الف يورو، يعتبر اصل من اصول النادي، خرج من النادي مجانا نتيجه خلافات تعاقديه برضو ما نعرفش هتقول الى ايه. لاعب زي ابو طيب برضو كان على قائمتك، ضميته كاول بعد فري ترانسفير على مدار مسيرته، اول انتقال بمبلغ كبير وعقد بيصل ل 23 مليون في الموسم، مش قيمه انتقال 33 مليون زي ما بتتكلم عن بادجي. برضو دلوقتي محدش يعرف ايه ملابساته او هيمشي فري ولا لا. تسمح لنا حضرتك لو تقدر او لو تعرف تجاوب على الاسئله دي؟ لا هو مش هيجاوب، مش هيجاوب لاسباب تخص ان هو بقاله فتره طويله جدا مركز جدا مع النادي الاهلي، وبيحاول بشكل انا بصراحه كنت شايف ان هو معاه بعض المنطق في وقت ما، لكن الفتره الاخيره تقريبا بقى بيحاول يخرج عن المنطق، وفكره نزل لمرحله ان هو بقى بدا يلاغي شباب سوشيال ميديا الزمالك ويتكلم عن الاهلي بشكل كبير جدا، وكان بالفعل هو مكلف بدور ما في تصدير الازمات للنادي الاهلي. كان غير قشطر، النادي الاهلي مش بيصدروا الازمات، كلامك انت بينكشف. مشكله ازارو، مشكله اليو بادجي، تعالوا نشوف انت اصلا قضيه ازارو كانت بالنسبه لك الاول ان النادي الاهلي مش هيقدر. دي تويته طبعا هناخدها اللي هي بيتكلم فيها ازارو ينقذ الاهلي، وافق على الاعاره وفي نفس الوقت هياخد من الاتفاق 700,000 دولار في 6 شهور، غير انه حصل على 200,000 دولار من الاهلي في النصف موسم ده. يعني ازارو بالانتقال ده حصل على اكثر من عقده مع الاهلي. برافو محمد جمال العاصي وباي باي ازارو. طبعا احنا زي بالظبط كده فكره جحا، قضيه جحا مهما تعمل هو فكره الانتقاد جاهز. بدا الاول الانتقاد ووجهه بشكل غريب جدا للكابتن سيد عبد الحفيظ، واضح جدا ان هو في معاناه مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، فوجه الانتقاد على فكره التعاقد مع اليو بادجي في وجود 5 لاعبين محترفين. حابين نقول لك ان الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره، لكن احنا عندنا في لجنه تخطيط، عندنا مجلس اداره، عندنا الامور بتتم وسط نظام مؤسسي، وفق نظام مؤسسي، مش فكره كابتن سيد عبد الحفيظ انا عايز اتعاقد واسيب ده او افكر في ده. فالموضوع يعني شيل كابتن سيد عبد الحفيظ شويه من دماغك، لان مش هتقدر مع كابتن سيد عبد الحفيظ تجاريه في قضايا، لانه دايما بياخد المنطق في قضايا. اما بالنسبه لازارو، اللاعب تم اعارته للاتفاق السعودي، كنت بتقول ان اللاعب هيعمل مشكله، لا اللاعب طلع اعاره. فكره بقى ان انت تيجي بعد اعاره اللاعب تتكلم برافو ازارو ان انت قدرت تاخد فلوس من الاتفاق السعودي، ده موضوع يخص اللاعب مش يخص النادي الاهلي. في النهايه النادي الاهلي احتاج محترف جابه، واحتاجه في مباراه زي النجم اللي هي المسابقات الافريقيه، خلاص بادجي مقيد ضمن فريق النادي الاهلي ويقدر يلعب مباراه النجم الساحلي وفقا لوجهه نظر المدير الفني، لان برضو عندنا يا كابتن شادي كل حاجه لها دور، كل شخص له دور ودور مسؤول عنه، لان دي منظومه مش فرد بيدير منظومه بيدير المنظومه في اتجاهه هو فقط لا غير. اعتقد الامور عندنا مش بالخيال اطلاقا، عندنا كل واحد له دور وترس في منظومته. نتمنى تكون الرساله وصلت، ولكن هو ممكن يطلع بقضايا ثانيه لو بادجي ما سجلش جول. لا ما فيش مشكله، نحن لها واحنا بنرد زي ما اتفقنا في الامور اللي احنا نشوف ان هي تستدعي الرد، ومش بنرد عشان خاطر نرد على الشخص نفسه، لا انت لما تحاول تصدر لي مشكله انا هرد عليك بحاجات مشاكل انت من الافضل ان انت ما تطرحهاش. احنا عاده بنتناول، احنا تناول شعارنا تناول لا تطاول، ما بنبداش ابدا ان احنا نتناول حد، ولكن في
رئيس نادي تناول النادي الأهلي بشيء جيد جدا المهندس فرج عامر لما قال شكرا بيبو، ده تعقيبا على إعارة صلاح محسن ومحمد عبد المنعم مدافع النادي الأهلي لنادي سموحة. حقيقي أنا سعيد بقرار خروج صلاح محسن. صلاح محسن محتاج يلعب، صلاح محسن محتاج يشارك أكبر قدر من الدقائق. لاعب بعده عن الملعب أثر عليه، وصعب جدا وسط ضغوط النادي الأهلي ووسط اللعب على كل البطولات وسط مهاجم أجنبي أنت بتجيبه، صعب جدا تاخد مساحة تخليك تجيب مستواك، إلا لو أنت لاعب عندك خبرات تراكمية، وده لسه ما بقاش عند صلاح محسن. فتجربة سموحة أنا شايفها هتكون مناسبة جدا، خاصة وان اللاعب عنده طموحات ان هو يشارك في الاولمبياد، لانه كان احد لاعبي الفريق اللي حصل على بطوله افريقيا. دي وجهه نظر مهمه احمد بالزبط. والنادي الاهلي اتاح له النادي الاهلي اتاح له الفرصه ان هو يلعب على اساس ان هو يشارك في الاولمبياد. لكن انا برضو سعيد بالسنتر باك محمد عبد المنعم، الحقيقه انا بعتبر ده ثروه، واحنا اشرنا ليه في البرنامج ده لما استعرضنا افضل فريق للشباب بعين الاهلي خط احمر بمساعده طبعا الكابتن اسامه حسني وزميلنا فاروق صلاح. قعدنا حطينا تشكيل لعام 2019، كان محمد عبد المنعم احد افراد هذا التشكيل، والحقيقه محمد عبد المنعم لعب مباراه وديه امام اتلتيكو مدريد اللي النادي الاهلي لعبها، كان وقتها انضم اكثر من لاعب من انديه اخرى شارك مع النادي الاهلي. ده طبعا التشكيل المثالي. الحمد لله احمد مواليد 99 مش 97، بس هيفضل برضه مواليد 99. انا اتوقع او اعتقد او عندي ثقه كبيره في ان اللاعب ده هيرجع بدايه من الموسم القادم وهيجد مكان له في تشكيل النادي الاهلي الاساسي ان شاء الله. محمد عبد المنعم صفقه كبيره جدا وصفقه مهمه جدا ومن ابرز المميزين في مركزه، والاهلي بيحتاج في المركز ده لاعبين. كويس انك تجهزه في منافسات قويه بالظبط وتحت ضغوط. ولكن بننتقل في ختام فقرتنا، خبر حزين شويه، خبر محتاجين نقف عنده، وهو وفاة المهندس عماد محروس خليفة احد مشجعي النادي الاهلي اللي لهم ايادي بيضاء على حبه للنادي الاهلي كمان وكل من يتواجد في الامارات. هذا الرجل كان له بصمه معاه، عاشق حقيقي للنادي الاهلي، ووفاته المانيه امبارح رحمه الله عليه، اثر حادث طبعا رائعه، وربنا يرحمه ويصبر اهله. وتوالد بقى التعازي يا احمد. اكيد فارس وربنا يرحمه. طبعا هو كان مقيم في دبي ولكن نزل اجازه من يومين تقريبا، كان هيحضر مباراه النجم ولكن النصيب البقاء لله، وربنا يغفر ليه ويرحمه. واعتقد السوشيال ميديا النهارده كانت متفاعله كتير جدا مع الخبر، لان بالفعل هو يعتبر كبير الاهلاويه في دبي وشخصيه معروفه جدا انه مضياف دايما لاي شخص اهلاوي بيسافر للامارات. ربنا يرحمه ويغفر ليه. ودي طبعا هتكون نهاية فقرة السوشيال ميديا. فاصل وانتظرونا وفقرات الأهلي خط احمر. اهلا بحضراتكم من جديد وفقره البرنامج الثانيه اون سبوت. طبعا عندنا كانت مباراه الاهلي والمقاولين، هنلقي طبعا عليها الضوء زي ما اعتدنا معاكم، واكيد هنلقي الضوء على فريق النجم الساحلي اللي بنتمنى النادي الاهلي ان شاء الله يعبر هذه الموقعه يوم الاحد ان شاء الله بعد ما كان محدد لها الجمعه لكن اتاجلت ليوم الاحد. ان شاء الله يكون الفوز من نصيب النادي الاهلي، وكذلك هنشوف الاحداث اللي حصلت خلال مباراتي الاسبوع الماضي هنتكلم عنها باختصار. تقريبا نبدا بماتش الاهلي والمقاولين كالعاده يا فارس، ثم بعد كده الاهلي والنجم. هنبدا بيه عشان هو لا ينفصل عن مباراه النجم في وجهه نظري. النادي الاهلي حقق نتيجه ايجابيه ضد اصعب فريق فنيا واجهه من بدايه الدوري. يمكن طبيعه المباراه ما حسستش الناس بده، لدرجه ان البعض تحدث ان المقاولين ما كانش في حالته، ولكن المقاولين كان في حالته جدا وكان مركز. يعيبه حاجه واحده بس، احيانا الاعلام المنافس يحاول يلقي بالضغوط على كابتن عماد النحاس وعلى لاعبي نادي المقاولين. ده كان له بعض انعكاساته السلبيه مش الايجابيه زي ما هم كانوا فاكرين لمصلحتهم. ده اثر على تركيز نادي المقاولين، نتيجه حتى كان في ملحوظه كتير جدا، نادرا ما تلاقي لاعبي المقاولين عموما مش على النادي الاهلي في خلال لقاءاتهم كلها العنف في المباراه، كان في عنف نسبي، وكان كابتن عماد النحاس مشدود شويه حتى في المؤتمر الصحفي.
مفيش مشكلة، ولكن ده أفاد النادي الأهلي فنيا ما قدروش. لو استعرضنا يا أحمد إحصائية المباراة، بس قبل ما نقول إحصائية المباراة لازم نؤكد إن أنت كنت بتلاعب التاني ليك على الدوري، سبق وقابلت الاتحاد هو كان التاني ليك على الدوري، بتقابل المقاولين هو التاني ليك على الدوري، عندنا مباراة الزمالك في فبراير، هل هيكون الزمالك التاني على الدوري أم هيحافظ المقاولين على وجوده ضمن المربع الذهبي في المركز الثاني؟ هو النادي الاهلي من وجهه نظري ان النادي الاهلي خدم نادي الزمالك كتير جدا في ازاحه المنافسين عن المركز الثاني، واعتقد ان النادي الاهلي وهو بيسعى للمركز الاول بيؤمن لنادي الزمالك المركز الثاني. هو ده اللي عمله النادي الاهلي في مواجهه الاتحاد ومواجهه المقاولين. كل التوفيق لكل الانديه، ولكن النادي الاهلي بيسير على خطى لا مش بيفرق معاه لا فريق تاني او تالت دوري، هو بيفرق معاه الفوز في كل مباراه. كانت مباراه صعبه جدا طبعا، شفنا الاعلام الزملكاوي زي ما فارس قال ضغطوا قبل المباراه على عماد النحاس، يمكن تقريبا الشوط الاول في الدوري هو اقل شوط تم خلق فرص للنادي الاهلي، تحديدا هما فرصتين، فرصه الهدف حسين شحات وفرصة جونيور أجاييه. كان النادي المقاولين بيلعب بثلاثة في وسط الملعب، مقفل عمق الملعب قدام النادي الأهلي، رقابة لصيقة على مجدي أفشة، خطوطهم كلها قريبة من بعض، فبالتالي كان في صعوبة جدا في إنك تخلق فرص، هي تحديدا فرصتين خلال الشوط الأول، ولكن مع الشوط الثاني إحصائية المباراة نشوف إحصائية المباراة وبعد كده نرجع للشوط الثاني. إحصائية المباراة بتوضح نسبة الاستحواذ كانت 53 لـ47، تمريرات النادي الأهلي 403 لـ359، أقل من 500 المرة دي بالظبط، دقة التمرير 78 لـ71، التمريرات الطولية 45 لـ43. ولكن عايزين نقف ببعض الأرقام المهمة، الفوز بالكرات نتيجة الكثافة اللي أحمد كان بيتكلم عليها لوسط المقاولين كانت أكبر، والمحاولات كانت 10 لـ15، ودي أقل محاولات زي ما قلنا الشوط الأول ما أنت ما قدرتش تخلق الفرصتين، وصعب جدا منافسك يتفوق عليك في المحاولات على مستوى على مدار الموسم، المحاولات الناجحة حتى 4 لـ7، ودقة محاولات المقاولين أكبر. عشان كده بنتكلم المباراة كان بيعيبها لنادي المقاولين حاجة واحدة، غياب التركيز نسبيا، هو ده نتيجة الضغط الزائد، ولكن لم تكن أفضل مباريات النادي الأهلي. حسنا فعل النادي الأهلي اللي قدر يركز في الفرص اللي أتيحت ليه، ودي برضو من مميزات النادي الأهلي، وكمان مع وجود بادجي ده هيتحسن كتير جدا فكرة إنهاء الهجمة. أحمد كنت بتتكلم على فكرة التباين ما بين الشوط الأول والشوط الثاني، ده حقيقي، لكن الشوط الثاني طبعا كان أسوأ من في الشوط الثاني، هي لقطة طرد رامي ربيعة، مش فقط هي ما اثرتش بشكل ايجابي سلبي على النادي الاهلي خلال المباراه اللي انت قدرت تسجل الهدف الثاني بعد الطرد، ولكن انت عندك المباراه المحليه الجايه مع نادي بيراميدز، وطبعا كنا محتاجين رامي ربيعه جدا. الكره اتحسب عليه 2 فاول بشكل غريب جدا على حدود منطقه الجزاء، واحد امام المرمى وخارج منطقه الجزاء، الكورتين ما فيهمش اي فاول، ولا وكان كابتن رامي ربيعه عنده انذار، فانفعل على الظلم اللي هو استشعره في احتساب فاولين ورا بعض ما فيهمش اي حاجه، ولكن ده كلفنا اننا نخسر لاعب مهم جدا وركيزه اساسيه، وتقريبا هو من وجهه نظر الشخصيه افضل قلب دفاع في مصر حاليا كابتن رامي ربيعه، في هيغيب في مباراه مهمه جدا 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 وهي مباراه بيراميدز، ولكن كل التوفيق للبدائل. شفنا محمود متولي لاعب المباراه في مركز 6، وشفنا ياسر ابراهيم بدا يعود مع وجود ايمن اشرف، فان شاء الله نقدر نعوض الغياب، ولكن بس كابتن رامي ربيعه لازم ياخد باله من النقطه دي لان وجوده مهم جدا في التشكيله الاساسيه. طبعا كابتن وليد سليمان في مع تالق واضح جدا لعمرو السوليه، وبالنسبه لبعض جماهير النادي الاهلي مش عايزين يكون الحكم دايما المسبق وناخد على طول الخط سواء اللاعب اجاد او لم يجيد، كابتن عمرو السوليه بيقدم موسم مع رينيه فايلر مميز جدا جدا، وبيقدم اخر فتره حلول كبيره جدا لكل ازمات النادي الاهلي في خط الوسط، في غياب حمدي فتحي وغياب بعض نجوم الفريق وبعض الاوقات اللي بيكون فيه رقابه لصيقه على مجدي قفشه، بيكون دايما عمرو السوليه هو الحل في التمرير لكل لاعبي خط وسط النادي الاهلي، بالاضافه كمان لما بيزيد داخل منطقه الجزاء بيشكل خطوره جدا. النهارده في مباراه المقاولين صنع 2 اسيست، وقبلها صنع في مباراه طنطا اسيست مميز جدا لكهربا، ف شويه دعم لكل من يجيد داخل الملعب، مش عايزين دايما الحكم يكون مسبق، لو لاعب في مباراه ما كانش كويس نفضل نحكم عليه بعض المباريات بالشكل ده حتى لو اجاد. اعتقد اجاده الكابتن عمرو السوليه كانت واضحه يا فارس تحديدا في مباراه المقاولين وصنع 2 اسيست، وبالنسبه للناس اللي بتقول ممكن تكون مباراه المقاولين سهله، انت بتقابل الثاني على الدوري. لا احنا مش تالق اللاعب في اي مباراه يا جماعه مش شرط فكره المباراه سهله، زي ياسر ابراهيم لما اتكلمنا قبل كده عن تالقه والناس اتكلمت ان المباراه بتاعه طنطا كانت مباراه سهله، لا طبعا، ما انت عندك مباراه سهله بعض اللاعبين حتى في المباراه السهله ما بيقدموش مستوى ايجابي، فما نقدرش نقول كده، ولكن نتمنى من عمرو السوليه فعلا
مستوى ايجابي، الحفاظ على المستوى، ان انت الجمهور يبدا يحس انك بتشيل الفريق في المناسبات الكبرى. لكن محتاجين نقف عند حد تاني خالص، هو دايما محافظ على مستواه السوبر وليد سليمان، افضل بديل في الدوري الحالي وافضل لاعب في النادي الاهلي على مستوى التاثير الهجومي. رغم عدد الدقائق المحدود جدا اللي لعبها، وليد سليمان بيقدم واحده من افضل دقائقه منذ انضمامه للنادي الاهلي رقميا. وليد سليمان لعب 364 دقيقه الموسم الحالي، اساسي مباراتين بديل 9، احنا بنتكلم على الدوري، سجل 6 اهداف يا احمد، 3 بالقدم اليسرى و3 بالراس، تسجيل للاهداف 1.5 هدف كل 90 دقيقه، 18 محاوله على المرمى، ومعدل المحاولات 4.5 محاوله كل 90 دقيقه. على فكره ده رقم كبير جدا في كره القدم، الا للاعبين بقى، لو احنا بنتكلم على لاعبين في الدوريات الاوروبيه مميزين جدا، عرضيات 9 عرضيات. شايف وليد سليمان ازاي يا احمد؟ انا عايز اقول ان الناس شافت وليد سليمان بيتالق فبدات تصدر الازمات لوليد سليمان. كنا لسه رادين الحلقه اللي فاتت على البعض اللي بيقول النادي الاهلي يجدد ليه لوليد سليمان. لا، ادي اكيد وليد سليمان بيرد عليك، النادي الاهلي هيجدد ان شاء الله لوليد سليمان ليه. الاهم ان بدا البعض ومنهم برضو شادي عيسى تحديدا بدا يقول ان في ازمه لوليد سليمان، ان هو عايز يلعب اساسي وعايز يلعب احتياطي ويصدر ازمه ودايما برضو دخل كلمه كابتن سيد عبد الحفيظ ومشاكل. طبعا الكلام ده كله مفهوم، بس اللي مش مفهوم انك ازاي راهنت على فكره ان وليد سليمان عامل ازمه عشان هيكون احتياطي. هو انت ما سمعتش وليد سليمان في عهد مارتن يول وهو بيقول ان اول لما مارتن يول مسك الفريق جه الكابتن وليد سليمان قال له انت اللاعب رقم 3 عندي في مركزك، عاجبك عاجبك، مش عاجبك انا مش هعتمد عليك. الكابتن وليد سليمان في الظروف دي بشعبيته بنجوميته بتاريخه مع النادي الاهلي اشتغل على نفسه في صمت، اتمرن زعلان، ولكن هو قال بنفسه انا اتمرنت واشتغلت عشان لما تجيلي الفرصه اكون مستعد ليها. وبالفعل جات له الفرصه مع مارتن يول في ماتش الوداد في المغرب اللي النادي الاهلي فاز فيه بهدف لرامي ربيعه، اعتذر له مارتن يول على الطريقه اللي عامله بيها وقال له انت لاعب اساسي وانا ما كنتش هسامح نفسي لو انت كنت رحلت من الفريق او كنت خسرت وجودك في الفريق. جاي دلوقتي تتكلم عن كابتن وليد سليمان تقول عامل مشكله وهو عامل اداء ده مع النادي الاهلي، هو لاعب كبير وعارف قوي قيمته عند جماهير النادي الاهلي وعامل التاثير ده في الفريق، العب غيرها. كابتن وليد سليمان اعتقد نجم كبير جدا، صعب جدا صعب جدا اي حد من اعلام انديه منافسه يقدر ياثر عليه سلبيا، وهو لا يستدرج. وده الذكاء بتاع شخصيه وليد سليمان اللي تؤهله ان هو يبقى موجود مستقبلا في النادي الاهلي في اي مكان، لان هو شخصيه ذكيه جدا وعارفه يعني ايه النادي الاهلي. لاعب مر بظروف صعبه جدا عشان ينضم للنادي الاهلي، ولكن من وليد سليمان للاعب اجاد يمكن بختلف مع احمد في حاجه، اكيد رامي ربيع لاعب مستواه مميز جدا طبعا. كان لازم بذكائه وخبراته انه يعرف ان طالما الفاولين اصلا كان فيه الحكم بالبلدي كده بيتلكك، فهو كان مستني رامي يديك الانذار الثاني. ولكن محمود متولي بيقدم مستوى مهم جدا سواء في الارتكاز او في كل مره بيرجع فيها كقلب دفاع، واعتقد هنفتكر الكلام ده اللاعب ياسين الشخاوي. ولكن جريدو مغير طريقه اللعب، بيلعب بثلاثه في عمق الدفاع، وعلى فكره ده خدم النجم جدا لان كان عنده مشكله في الحته دي. اكيد زي ما احمد قال لكم كوناتي بيبقى عنده مشاكل نتيجه السرعه والتمركزات. عنده برضو في الدفاع عمار جمل لاعب مميز جدا في التمركز، ولكن بهاء الدين سلامي واحنا بنتكلم عن بو غطاس وصدام، احنا هنا بنتكلم في ثلاثي بيختار ما بينهم جريدو. انا شخصيا رغم ان بهاء الدين لاعب صغير ولكن صغير أنا في السن، انا بتمنى مشاركه صدام عنده، وهو ده الفكره، لاعب رغم ان هو مش اللي كان اساسي ولكن لعيب صغر سنه بيديله طاقه وبيقدر يتحرك بسرعات وتمركزاته جيده. ولكن مفاتيح لعب النجم بتتمثل في وجدي كشريده وبين والناس الجناحين اللي اعتقد رغم ميزاتهم الهجوميه احمد، ولكن المساحه خلفهم نقدر نستغلها، وخصوصا وجدي كشريده بيسيب مساحه خلفه كبيره جدا تقدر تلعب في المساحه ما بينه. وكمان كان عندهم مشكله ودي احد اهم اسلحه جريدو اللي اعتقد ان هو ذاكر النجم كويس قوي بوجوده معاه، كان في الهاف سبيس اللي ما بين قلب الدفاع وجدي كشريده، كان دايما الاختراقات من العمق، اللاعب الجناح لما بيضم للعمق ويخترق في المكان ده كان فيه مشكله.
ده اللي حله جريده بفكره ان الثلاثه لاعبين في قلب الدفاع اللعيبه بتقدر ترحل، ولكن ومع ذلك في مشكله في عمق الملعب. وفي مشكله في عمق الملعب، هدف الهلال كان من عمق الملعب، من عمق الملعب المباشر مش في المساحه ما بين الظهير وقلب الدفاع، وهو ده اللي عالجه جريده. ولكن النقص بقى اللي غطى لاعب في الوسط ده عمل مشكله اكبر في زون 14 والمساحه اللي هي وانت بتلعب على عمق دفاع النجم من وسط الملعب. ولكن عوده محمد امين بن عمر لاعب يا احمد مهم جدا، دقه تمريراته في المباريات الاخيره وصلت تجاوزت فكره 84% وهو لاعب وسط. ومحمد امين بن عمر كان من اللاعبين المرشحين في فترات للنادي الاهلي، لاعب ارتكاز جيد جدا جدا، وللاسف هو هيعوض ياسين الشخاوي برغم اختلاف المراكز، ولكن هيظل عندك اللاعب اللي يقدر يتحكم في الكوره ويقدر لو النجم موقفه جيد داخل المباراه ما يفقدش وكمان فعلا روح القياده. فاحنا محتاجين تركيز في المباراه دي. كمان الهجوم كريم عريبي، احنا بنتكلم في لاعب زي ما انت قلت يا احمد محاولاته على المرمى جيده، معدل تهديفه جيد، النجم سجل 7 اهداف، اهداف النجم في البطوله، إيهاب المساكني سجل هدف، كريم العريبي سجل هدفين، حازم الحاج حسن مهاجم بديل سجل هدف، ياسين الشخاوي هدف، وفي هدف اللي هو الهدف السادس ده كان هدف ذاتي في مباراة الهلال. يعد أفضل بديل ودايما جريده بيعتمد عليه حازم حاج حسن، وبينزل بدنية جيدة وبينزل يخلص على طول. متفقين في الأمور دي، ونتمنى إن احنا يكون عندنا تركيز جيد في المباراة، مباراة حاسمة، مش زي ما بعض الناس بتعتقد النجم مستواه متراجع، ولكن البطولة دي زي ما بتقال الكل في الكل، هو بيلعب على البطولة دي في المقام الأول إن هو يكمل فيها. نتمنى التوفيق ونتمنى استغلال أنصاف الفرص، لأن المباريات الكبيرة دي عدد الفرص فيها ما بتبقاش متاحة بشكل كبير جدا، فنتمنى استغلال أي فرصة، إن شاء الله نكون موفقين على المرمى ونقدر نجيب هدف بدري يريح اللاعبين إلى حد بعيد، وكمان لجماهير النادي الأهلي لو الهدف اتأخر يا ريت ما نستعجلش اللاعبين، ربما ان شاء الله يكون الشوط الثاني برضو بيحمل اهداف للنادي الاهلي. ان شاء الله الاهلي يحقق الفوز. ونقفل فقره النجم الساحلي، وطبعا عندنا فقره بناخدها في نسبوت هو الجدل التحكيمي دايما عن الاسبوع، وخاصه مباراه الاهلي او مباراه الزمالك. يمكن اتحاد الكره خد قرار لذيذ. ايه القرار اللذيذ؟ مباراه الاهلي وانبي كان محدد لها يوم 27، اتأجلت مباراة الأهلي والنجم الساحلي 48 ساعة بقت يوم 26، فبقى من المستحيل لعب مباراة الأهلي وإنبي يوم 27 في الوقت إن النادي الأهلي هيسافر السودان يلعب 1 فبراير. فحصل إيه؟ حصل إن اتحاد الكرة أو اللجنة الخماسية عملت لعبة ظريفة بإنها تقدم مباراة الأهلي وإنبي عشان تتلعب يوم الأربعاء. طبعًا المباراة في التوقيت ده صعبة جدًا، كمان كانت محدد لها استاد القاهره، فاستاد القاهره بعت خطاب لاتحاد الكره او للجنه الخماسيه ان مش هينفع استقبال مباراه الاهلي وانبي لان في تجهيزات في الملعب من يوم 20 ليوم 25، فتم تاجيل مباراه الاهلي وانبي بحجه ان احنا بنمنح الفرص للفرق المصريه. طب كلام منطقي جدا، ظروف حصلت فتم تاجيل المباراه، لكن عشان اجلنا الاهلي وانبي خدنا معاها مباراه الزمالك والمصري وتم تاجيلها برضو الى اجل غير مسمى او بدايه الدور الثاني. موضوع غريب جدا، وكان اللجنه الخماسيه اللي خدت قرار تقديم مباراه الاهلي وانبي هي غير خالص اللجنه الخماسيه اللي فكرت في مصلحه الانديه وهي بتاجل مباراه الاهلي وانبي. نتمنى مباراه الزمالك ووادي دجله تكون في موعدها 27 عشان يكون جدول الدوري في حسم وفي مراعاه لتكافؤ الفرص بين جميع الفرق. لكن جانب اخر وهو الاخطاء التحكيميه، وتحدث عنه الكابتن عفت نصار احد لاعبي نادي الزمالك السابقين، تعالوا نشوف قال ايه ونرجع نعقب. مع الاسف ان انا ما كنتش عايز اتكلم اصلا، يعني ما اجيبش سيره خالص مباراه الاهلي والمقاولين. الجون الاولاني دوت ده فاول ولا مش فاول؟ فاول خلاص، وطلع حتى يعني كابتن سمير عثمان اهلاوي ما حصلش، اهلاوي جامد جدا خلاص، هو طلع بنفسه قال لك الكره فاول وكانت المفروض تتعمل. لو سمير عثمان راجل محترم قوي جدا جدا، ما انا بقول لك انا بقول لك هو راجل اهلاوي. انما بص لما اهلاوي بيطلع يقول لك لا دي فاول، طب ما اتحسبتش ليه؟ النادي المقاولين كسب ايه؟ او الانديه الثانيه اللي هي خسرت دي خسرت، يعني لو الاهلي اتعادل او اتغلب مش كان في دلوقتي انديه ترتيبها يختلف؟ طب هو السؤال بس ردا على سؤالك الاول، هو لو الاهلي اتعادل او اتغلب ترتيب الانديه هيختلف؟ لا، ترتيب الانديه مش هيختلف. المقاولين بعيد عن النادي الاهلي ب7 نقاط، المنافق الثالث بعيد عن النادي الاهلي ب12 نقطه وهو نادي الزمالك، فاعتقد التعادل ما كانش هيغير في ترتيب الانديه دي، واعتقد دي
يعني مش وجهه نظر مش سليمه. اعتقد جبنا قبل كده عبد الواحد السيد وجمال حمزه هم بيتكلموا ان الاهلي في مكان تاني خالص، فحجه التحكيم دي حجه لا تصلح. النقطه الاهم خطا اللي حصل، اللي حصل عليه جدال او الكره اللي حصل عليها جدال، مش عايز اقول خطا لان في تحكيم اراء تحكيميه قالت ان هي هدف وفي اراء تحكيميه قالت ان هي فاول. الغريب ان انت بتقول سمير محمود عثمان اهلاوي، ما اعرفش انت بتلقي بتصنف التحكيم على اي اساس، على رايه ولا ايه؟ ولكن في حكم اخر قال ان الكره مش فاول. تعالوا نسمعه ونرجع نعقب. طبعا انا عملت بوز هنا ليه؟ ادي ايد لاعب الكره، طبعا الاثنين عندهم فرصه متساويه في لعب الكره، تمام. لاعب المقاولين حاطط ايده واجاي حاطط ايده، اذا مخالفتين في آن واحد بنفس القوه يستمر اللعب طبقا للقانون، مفيش خطا، مش كده؟ ده قانون، تمام. يعني ماشي حد كده، تمام، يبقى كده خلاص. نشوف بقى بعد كده حصل ايه. بص هنا بقى مين اللي مستمر في المسك؟ لاعب المقاولين. والكره مين اللي ممكن يستحوذ عليها؟ اجاي. يبقى اذا النهارده دي التفاصيل اللي انا عايز اقول احنا شفناها سريعا. ممكن جدا في الاول نقول لا الكره دي فاول على النادي الاهلي، نعم، او على مهاجم النادي الاهلي. فطبعا هنا الخطا بعد كده بيحصل، لكن الخطا هنا المستمر فيه لاعب المقاولين، وبالتالي وقع اجاي. سقوط اجاي هو اللي خلى اجاي ايه؟ يخبط فيه بيوقعه. اذا النهارده استمرار اللعب يعتبر فرصه لاجاي وليست فاول على ضد أجيه. ضد لاعب المقاولين. اذا استمرار اللعب خلاص، ده استمرار لعب، يجي هدف ما يجيش هدف ده امر مش يعني الحكم يعني مش شايف ولا يعرفه، نعم، يعني لا يعرف الغيب الا الله. فطبعا هو زي ما انتم شايفين الواضح جدا ان لاعب المقاولين هو الخطا عليه وليس على أجاي. نكون متفقين لما بيحصل اختلاف، اعتقد الخلاف رحمه زي ما بيقولوا في كده في القواعد. اعتقد احمد الشناوي فارس اكد على ان الكره ما فيهاش اي فاول. والحقيقه كمان انا بستغرب ان انت بتتكلم في مباراه انتهت 2-0 مطرود لاعب من النادي الاهلي والاهلي ب 10 لاعبين سجل الهدف الثاني. بص المباراه فنيا النادي الاهلي قدر يكسب فيها، وبالعكس احنا ما حاولناش نتطرق لفكره قرارات كتير جدا 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 للغندور في المباراه دي، ولكن احنا معنيين بحاجه تانية اكتر من فكره هيكون ضمن مشروع فايلر على المدى البعيد. نقدر نستعرض ارقام محمود متولي، لعب 90 دقيقة هو الأعلى استخلاصا للكرة سواء في الوقت اللي لعبه كلاعب ارتكاز أو لما رجع كقلب دفاع 17 مرة. إيه بقى المختلف في محمود متولي؟ محمود متولي يجيد استخلاص الكرة دون ارتكاب مخالفات، عنده مرة واحدة بس فاول هو اللي عمله، تمريرات صحيحة دقتها 94%. يعني أنت فايلر كمان لو عايز لعيب بيجيد بناء الهجمة بيقدر يعمل ده، 32 تمريرة من أصل 34، محاولات على المرمى محاولتين برضو رقم جيد، مراوغات ناجحة للاعب قلب دفاع عمل مراوغتين الاتنين مراوغات صحيحة، فقد الكرة مرة واحدة ومن أقل معدلات لاعب الفريق فقدا للكرة. هنا احنا بنتكلم عن لاعب بيعرف ازاي يقنع المدير الفني. كمان ياسر إبراهيم قدر يعمل ده، ياسر إبراهيم بيعمل أرقام مهمة جدا في كل لحظة بيتواجد فيها. إذن في وجود أيمن أشرف اللي يقدر يريح معلول كمان في مباريات كمان في الدوري في مركز الظهير الايسر، انت عندك في السنتر باك رامي ربيعه، محمود متولي، ياسر ابراهيم بحكم لعب رامي وخبراته الاكبر اكيد هو واقف موجود كرقم واحد، ولكن بنتكلم في محمود متولي وياسر ابراهيم شراكه ناجحه برضو هتكون منافسه لمصلحه النادي الاهلي، خصوصا في تطور ياسر ابراهيم ومحمود متولي ومعاهم رامي ربيعه، اللي اكيد المنافسه دي في صالح النادي الاهلي يا احمد بعد ما كنا حاسين بالقلق في المركز ده. اكيد اكيد، وعايز اقول ان لا، والكابتن رامي ربيعه حتى في وجوده مع النادي الاهلي ولعب مباريات مع النادي الاهلي دخل مرمى النادي الاهلي هدف واحد فقط لا غير، فهو اكيد ده يحسب لخط ظهر النادي الاهلي وصمام امان. وهنا عايزين نتكلم على رينيه فايلر اللي وصل بحاله اللاعبين لفكره ان البديل على مستوى الاساسي او يقترب بشكل كبير جدا من الاساسي، وتحديدا لما نتكلم عن كابتن علي معلول هو افضل لاعب في الدوري المصري محترف بشهاده كل النقاد الرياضيين. سنه 2019 هو نسر النادي الاهلي وبتلاعب المقاولين، واللي ناس كتير جدا رهنت على فكره ان ماتش المقاولين هو الماتش الاصعب لنتائج المقاولين الكبيره جدا واللي خلته في المركز الثاني، ومع ذلك مستر رينيه فايلر بياخد قرار باراحه علي معلول في مباراه مصريه في الدوري ويلعب بايمن اشرف لثقته في ايمن اشرف. وكمان دي الثقه اللي اكيد بتوصل لمعظم اللاعبين ان انا باي 11 لاعب مش مهم المنافس هقدر اجيد. طبعا في لعيبه بيصنعوا الفارق
ولكن ده سياسة رينيه فايلر. عنده بعض اللاعبين بيقدر يمنحهم الثقة ان انت تقدر وانت قاعد على الدكة تنزل تصنع الفرق. احنا اتكلمنا في ده الحلقة اللي فاتت وكنا سباقين بفكرة الروتيشن ان كان معلول مفترض يريح في مباراة طنطا، ولما ده ما حصلش كنا مع وجهة نظر انه يريح. والروتيشن انت في وضع في جدول الدوري في العالم كله يسمح ان انت تعمل ده، ومفترض ان احنا مريحين بمسافة نقاط جيدة عن المركز الثاني تسمح ان انت تعمل مدورة في عدد جيد من اللاعبين. ولكن ننتقل لمدورة بقى داخل التحليل عشان مباراة النجم الساحلي. نستعرض يا احمد قائمة النجم الساحلي. الاول لازم نوضح موقف المجموعة طبعا، لان مباراة النجم الساحلي مباراة زي ما قلنا مهمة. النجم الساحلي عنده 9 نقاط، يلي النادي الاهلي 7 نقاط، يلي الهلال السوداني عنده 6 نقاط. وطبعا لتأجيل المباراة ليوم الحد، مباراة الهلال وبلاتينيوم هتبقى يوم السبت، واكيد نتيجتها هتبقى واضحة للنادي الاهلي. طبعا ان احنا هنلعب على الفوز سواء مباراة النجم او مباراة الهلال، لكن لو بلاتينيوم قدر يحقق الفوز على الهلال، في حالة فوزك على النجم انت صعدت اوريدي للدور التالي، وهيبقى مباراة الهلال هي مباراة تحديد مركز اول وتاني مع النجم الساحلي. لكن بلاتينيوم طبعا خارج النطاق خالص بنقطة واحدة، دي ابعاد المجموعة او ترتيب المجموعة. موقف صعب ولكن الاهلي قادر عليه ان شاء الله. عندنا بقى في النجم الساحلي بيغيب عنه ياسين الشيخاوي اللي احرز الهدف الاول، وكوليبالي طبعا اللاعب الهارب من النادي الاهلي، مع غياب الحارس الاساسي اللي طرده امام الهلال، كان عامل مباراه جيده جدا امام الهلال السوداني. ولو استعرضنا الحارس اللي هيبقى البديل اشرف كرير، ولو استعرضنا بقى اللعيبه اللي جايه في بعثه النجم، صدام بن عزيزه طبعا ده بيتم الاعتماد عليه مع بهاء الدين السلامي، وجدي كشريده، البريقي، بوغطاس، كانوتي، وده لاعب محترف ولازم نلعب عليه بشكل كبير جدا، بيفتقد اشياء كتيره جدا في التمركز الدفاعي، بيرتكب اخطاء انا اسف ساذجه جدا، بيعمل فاولات على حدود منطقه الجزاء للمنافس، وممكن كمان يعمل ركلات ترجيح. وشفنا مبنزة في الملعب التونسي قدر يعمل عليه مباراه كبيره جدا وسجل هاتريك في احد المباريات. عمار الجمل وفراس بالعربي ومرتضى والناس، ده باك شمال جيد جدا لنادي النجم. امين بن عمر بعد العوده من الاصابه لعب كذا مباراه. مالك بعيو، النسناسي، بوخشناش، حمزه الاحمر، ايهاب المساكني، واثنين روس حربه، كريم العريبي وحازم حج حسن، والاثنين دولت عندهم خطوره كبيره جدا لان دقه محاولاتهم على المرمى عاليه جدا جدا. طبعا الترجي التونسي كان بيواجه النجم الساحلي المباراه اللي قبل الاهلي والنجم، وقدر الترجي يفوز 1-0، لكن طبعا كان مريح النجم 5 لاعبين اساسيين في المباراه دي، ووارد جدا ان هم يشاركوا مباراه النادي الاهلي، ولكن برضو بيغيب عنه قوه كبيره جدا سواء الحارس الاساسي يا فارس او ياسين الشيخاوي، اللي هو برضو برغم كبر سنه وبرغم بطء الحركه ولكن هو امام المرمى بيقدر يخلص. المايسترو شفنا في لقطه النادي الاهلي وغير كده كمان ياسين الشيخاوي لاعب تقيل، يعرف امتى يتحكم في ايقاع المباراه، هاو تو كنترول ذا تيمبو، واحده من اهم خصائص اللعب في كره القدم الحديثه، بيقدر يعمل ده. في اللي كان فيه للامانه راي بيتكلم عن المخالفه في اللعبه وراي مختلف فيها، احنا بنتكلم في راي بيحاول يروج لفكرة اختلاف ترتيب الفرق واختلاف جدول الدوري لو قرارات التحكيمية اختلفت، أو الترويج لفكرة أن النادي الأهلي كان المستفيد الأكبر. هل ده رأي كابتن عفت نصار لوحده؟ لا، هنسمع أراء مختلفة ونرجع بقى نشوف التعقيب ونشوف مين اللي كان مركزه في الجدول الدوري كان هيبقى في حتة تانية خالص. نطلع نسمع كلام كابتن رضا سيكا عن استفادة النادي الأهلي من التحكيم. عند الاهلي بباقي انديه في الدوري في تحسن في المستوى او الاهلي فارق، خد الحته الصغيره، فطبيعي ان الناس تحس ان الراجل عمل نتائج او شكل مختلف، الفريق الوحيد اللي كسبان كل ماتشاته. طب خد الحته دي، طب سيبك من الماتش، انت لسه بتتكلم، انا سامعك ان انت بتتكلم التحكيم وده بيشتكي وده بيشتكي مجامله النادي الاهلي مش بتاعتي. مين قال؟ ما انا قلت كده. لا حد كان بيتكلم وانا جاي بره يعني. ان الاهلي انا والله ما اتفرجت على المباراه. طيب امبارح كان في قرار تحكيمي خاطئ اللي هو هدف، الناس معترضه على هدف الاهلي قدام. طب ما انت السنه اللي فاتت اكتر من 7-8 مباريات رايحين كده للنادي الاهلي. الزمالك ما بيستفدش من التحكيم هو كمان؟ خلينا في الاهلي. الزمالك ما بيستفدش من التحكيم، خلينا في الاهلي. لا احنا هنخلينا في الفريقين. هنستعرض ما يخص الزمالك وما يخص النادي الاهلي يا احمد، لان واضح ان ده وجهة نظر بيتم الترويج ليها بدري جدا، واحنا في لحظة وضع النادي الاهلي فيها يسمح ان احنا كمان نقول لكم ان اللعبة دي مش هتلعب من بدري قوي.
احنا ليه فارس جبنا عبد الواحد السيد كابتن جمال عبد الواحد السيد وكابتن جمال حمزه وهم بيتكلموا عن النادي الاهلي وان النادي الاهلي في حته ثانيه خالص وان جدول الدوري المربع الذهبي ممكن يتغير الا النادي الاهلي. اعتقد كنا قاصدين ان احنا نجيب ده عشان دي اعترافات ناس لعبت لنادي الزمالك انتمائها الاول لنادي الزمالك، ولكن في حاجه كده واضحه وضوح الشمس وهي مستوى النادي الاهلي في الدوري اللي مش محتاج لاي مساعدات تحكيميه، وان الاخطاء التحكيميه اللي بتحصل غير مقصوده، وكمان اللي حصلت في اتجاه النادي الاهلي لم تكن مؤثره بشكل ايجابي على نتيجه اي مباراه او اي نقطه حصل على النادي الاهلي، على عكس نادي الزمالك اللي استفاد تحكيميا من اخطاء واضحه وصريحه ومباشره ومؤثره في نتيجه المباراه، اضافت للزمالك 5 نقاط. تعالوا نفكركم بالاخطاء التحكيميه اللي استفاد فيها نادي الزمالك الموسم ده. ده اللي احنا شايفينه. طبعا الدفع هو دفع، لكن هناك فرق بين انا بكون بجري بلتحم على الكره وبيبقى فيه اندفاع، يعني دفع بيني وبينك شيء طبيعي من اجل الكره، لكن ما تم شيء يعني اللي هو يعاقب بالخطا الدفع. طبعا الحكم كان لازم يكون واقف في الحته اللي انا بقول عليها دي. هنا طبعا محمود علاء ما فيش شك الدفع واضح، ويعني ودفع صارخ زي ما بيقولوا، دفع اللاعب ويعني ادي واضح. هنا بقى اللقطه دي اللي انا عايز اقول، هنا محمد يعني عنده رؤيه، فيجن، في فيجن بالنسبه له يعني، والخطا واضح، ما تقولش مش واضح يعني. هو كان هنا ممكن جدا بكل سهوله يحتسب ركله الجزاء، وركله الجزاء ما حدش يقدر يعترض عليها، حتى الاثنين بتوع الزمالك اللي واقفين شايفين الدفع والحاجات دي كلها، لكن هي طبعا اقوى قرار، ويعني زي ما بيقولوا خدوا الحكم بعدم الاحتساب. نيجي بعد كده ركله الجزاء. هنا الناس تقول لك ده التحام، لا ده مش التحام طبيعي، لان الكوره كوره لاعب المقصه محمد ابراهيم واخد الكوره قدامه، النهارده مين اللي جاي من ورا؟ لاعب الزمالك اللي هو حمدي النقاز، النقاز ده دلوقتي الكوره اللي جايه، انا كلاعب الكوره بتاعتي عندي الحق والملكيه في اني انا احجز على كورتي واخدها، ابقى احجز عليها عشان ما حدش ياخدها مني، وده اللي عمله لاعب محمد ابراهيم، وبالتالي اكبر حمدي النقاز اللي ارتكب ضده المخالفه، وهي مخالفه ان هو حتى عمل حرك جسمه كده، فبالتالي ركلة الجزاء موجودة والقرار الحكم مش موجود. نشوف الحالة طبعا واضحة جدا، بص بقى هنا، بص حمدي النجاز يعني ايد ودي رجل اهي، يعني ايده ورجله، يعني قدم ويد، يد بتدفع ورجل بتعرقل، اذا الخطأ موجود وركلة الجزاء واضحة ولكن لم تحتسب. هدف الزمالك الاولاني، وانا عايز اقول طبعا فيه انه طبعا هي تسديدة والحارس بيعمل التراي، الحكم المكان بتاعه زي انا موقف كده بيقول ان جت في ايده، لكن مع الاعاده التلفزيونيه ما جتش في ايده خالص، وبالتالي الركنيه احتسبت، ومفترض انها كانت تحتسب ركله مرمى، فطبعا هنا بالشكل ده وجا منها الهدف، هو ده سبب اعتراض لاعبي بس. هو كانوا اعترضوا ساعتها، ده اعترضوا بعد ما الكوره اتلعبت. ما ده انا بدل لسه، انا كنت اقول ده، برافو كابتن حازم، تقول ليه؟ ليه كابتن؟ لا ما شاطر حازم، انا مزعل الاول، لان انا لو هو النهارده حتى لو في فار يا كابتن ايمن اللي حكم الفيديو لو موجود، لو بعد ما الكوره جت جول ما يقدرش يقول له ايه، هو هنا يقول له في الحته دي قبل ما تتلعب الركنيه، لان لما اتلعبت الركنيه خلاص بقت لعبه ثانيه، واستمر اللعب بلعبه ثانيه. يعني انت فاهم انا قصدي اقول ايه؟ طالما في قرار اتاخد وجاء اتنفذ القرار ده، ما تقدرش ترجع للقرار ثاني طالما اتنفذ اللعب، فبالتالي هنا الركنيه اتلعبت وبقت هدف خلاص، بقى واقع عليك انك تقبله. خلص بيوم الجيم. وعشان نكون صادقين اكتر، ضربه الجزاء اللي اتحسبت للزمالك النهارده غير صحيحه، وهنشوف الكلام ده مع بعض دلوقتي في الملخص. حالة كانت مهمة في الدقيقة 45 من الشوط الأولاني، في حالة في اصطدام بين لعيب نادي الجونة مع لعيب نادي الزمالك، أمين عمر كان موقعه ممتاز، أما نيجي نبص على الكرة دي ما اتلعبت هتلاقي في اصطدام بالجسم، وبعد كده هتلاقي في الرجل اليمين بتاعت لعيب نادي الزمالك بهدوء كده، أما نيجي نشوفها هي ارتفعت من على الأرض، أما ارتفعت على الأرض هنشوفها من هنا أعاقت طبعا تكملة لعيب الجونة، تمام؟ فهنا طبعا ده خطأ ركلة حرة مباشرة، ولو كانت خارج منطقة الجزاء تبقى ركلة حرة مباشرة، إنما الكرة دي داخل منطقة الجزاء تبقى ركلة جزاء. مش محتاجين نفكركم كل أسبوع بالأخطاء التحكيمية لصالح نادي الزمالك، ولكن الحقيقة اللي أنا بستغرب له جدا إن بيطلع تصريحات من جانب المنتمين لنادي الزمالك يتكلموا عن الأخطاء التحكيمية، موضوع غريب جدا. لا هو غريب إن في مفارقة،
يعني كابتن عفت نصار كان بيتكلم على مباراة المقاولين، وممكن الناس وهي بتتفرج على الفيديو ما وقفتش عند اللقطة دي، هدف الزمالك اللي من ركنية في المقاولين غير صحيحة في المقاولين. يعني احنا لو هنتكلم اعتقد يا كابتن عفت ويا كابتن رضا نبعد بقى موضوع التحكيم، ولكن هل نادي الزمالك استفاد من التحكيم دون ان يتضرر النادي الاهلي؟ لا، الزمالك استفاد من التحكيم في اخطاء كتير جدا، وكمان النادي الاهلي تضرر في لعبات واضحه. نطلع نشوف الفيديو، اخطاء تحكيميه لصالح النادي الاهلي لم تحتسب. نيجي بقى هنا لمسه اليد، طبعا دي ركله جزاء. ليه؟ اللعيب بتاع الاسماعيلي ايده مش في الوضع الطبيعي وطلعت، يعني ما كانتش لو هي في الشكل ده اللي تحت، ولكن ايده طلعت على وشه بالشكل ده. قبل اللعبه نتاكد جت في ايده ولا في صدره بس. لا لا دي جت في ايده. ماشي ما انا عارف بس نكملها يعني، لان البعض ممكن يقول لك الكوره وقفت في السكه يعني. اتفضل يا كابتن. هي طبعا جت في في الايد، وهنا لمسه اليد طبعا واضحه جدا. الحكم الاساسي اتعب نفسه شويه هشوفه ماشي يعني، ما اختلفتش. لكن دي ضربه، دي ضربه جزاء طبعا. ماسك يا كابتن. نعم تمام تمام. جزاء. انا كان نفسي صباحي يحسبها. نعم. انه عامل ماتش كويس جدا، ما عندوش حاجه خاصه غير هي دي. بالظبط. نعم. كده بعد كده هنشوف تسلل عن سمير جمال. نعم. اللعبه اللي جايه دي هل فيها تسلل؟ في كل مره بالرد، اعتقد الرد بيكون الوسيله اللي بنوثق بيها قد ايه النادي الاهلي في مكان تاني بمجهوده. يمكن فقرتنا دي خلصت، ولكن كابتن عفت نصار وكابتن رضا سيكا مكملين معانا للفقرة الجاية. نتمنى انتوا كمان تكملوا معانا. نطلع فاصل ونرجع لريمونتادا. رجعنا لكم وفقرتنا الأخيرة ريمونتادا. معانا موضوعات كتير جدا في الفقرة دي، هنبدأها بكابتن رضا سيكا اللي كان ضيف مع الزميل هاني حتحوت، اللي برضو من حقه أكيد يستضيف أي حد، لكن كان قبلها في حوار صحفي كابتن رضا سيكا قال فيه تصريحات فيها تجاوز في حق أفراد كتير جدا، اتبنى عليها لقاء إعلامي كان في تصريحات مماثلة أو أسئلة مشابهة. من التصريحات دي كان في كلام عن كابتن أحمد بلال. كابتن أحمد بلال قيمة عظيمة في النادي الأهلي، لاعب إدى النادي الأهلي كتير، حقق أرقام مصر كبيرة، وأكيد منتخب مصر. كابتن أحمد جوال اللي ما أعتقدش هيرد عن نفسه، لأن في الفترة الأخيرة بقى فيه كده ترند حط احمد بلال في جمله مفيده عشان خاطر تتشهر. هو رد فيما يخص رد قاسي. لا ده صعب، احنا ما نقدرش نستعرضه. احمد بلال احنا صعب نستعرض رد كابتن احمد بلال اللي كان في جانب تاني، ولكن لاجيالنا اللي موجوده والكتير اللي ممكن يكون شت ولو للحظه ما بين مقارنه حط نفسه فيها كابتن رضا سيكا مع كابتن احمد بلال، ولان بعض الناس ممكن تنسى فما كانش ينفع احنا هنا ننسى ابدا. هنشوف كابتن رضا سيكا قال ايه ونرجع نرد. عايز اسالك على يعني الماتش ده كان احمد بلال بيلعب عليك، انت متضايق من بلال وبلال متضايق منك ليه؟ اولا انا ما كنتش عايز اتكلم عليه. انا بتتكلمني بتقول لي حصل كذا كذا او حديث من احمد بلال، قلت لها المفروض هو كان قيم نفسه. هو كان اسمه احمد جوان، وبناء على ان هم ادوا لقب احمد جوال دوت راح فين؟ هو اولا احمد بلال قعد كام سنه في نادي الاهلي عشان ما ظلموش، بس هو في موسم منهم كان هداف الدوري، كان في موسم هداف الدوري بما يرضي الله. قعد كام سنه؟ مش عارف اثنين ولا ثلاث سنوات. طيب وده يبقى رمز النادي الاهلي؟ وده يتكلم عن النادي الاهلي؟ يتقال عليه هداف الاهلي عادي. مين اللي قال كده؟ انت قعدت كام سنه في الزمالك؟
انا قعدت سنتين ونص وتبقى رمز للزمالك. هو نفس العدد ولا اجرؤ، بس البطولات اللي خدتها مع نادي الزمالك، هو خد البطولات اللي انا خدتها في نادي الزمالك، كابتن رضا سيكا. اعتقد حضرتك ما سالتش او ما تعرفش مين هو احمد بلال، واحنا هنمشي معاك بالمقارنه اللي انت حطيتها. حضرتك شفت نفسك رمز على اعتبار بطولاتك مع نادي الزمالك. اولا بنشكر فريق اعدادنا شادي صبري وغمري اللي تعبوا جدا عشان يوصلوا لبطولاتك مع نادي الزمالك، لان البحث على السي في بتاع حضرتك وحضرتك تقدر تتيقن من ده كان صعب شويه نتيجه عدم توفر المعلومات بشكل كبير يعني. ولكن اللي قدروا يوصلوا له، حضرتك حققت بطوله دوري وبطوله كاس وبطوله دوري ابطال افريقيا. من ده بغض النظر عن مشاركاته الايجابيه في البطولات، عشان نوضح بس النقطه دي، لان انا مثلا بطوله دوري ابطال افريقيا، هل انت تتذكر اي مباراه لكابتن رضا سيكا في مشوار نادي الزمالك الافريقي؟ لا حقيقي لا. وعلى سيره المشاركه الايجابيه، كنا بنستعرض مباراه السته اللي زمايل حتى كابتن رضا سيكا قالوا انه كان احد اسباب خسارتها الرئيسيه، ولكن يعني كابتن رضا سيكا مسيرته شان يخصه هو اللي قارن مع كابتن احمد بلال. طب بمعيار المقارنه دي، كابتن احمد بلال نقدر نستعرض بطولاته اللي هتكون موجوده معانا. كابتن احمد بلال 18 بطوله مع النادي الاهلي يا كابتن رضا سيكا، 6 بطولات دوري، كاس مصر 3 مرات، 3 سوبر مصري، 3 دوري ابطال افريقيا، 3 سوبر افريقي، وهداف الدوري المصري موسم 2003، غير مسيرته الرائعه مع المنتخب اللي برضو فيها ارقام ومعدل تهديفي رائع جدا. طب هنا يا كابتن رضا سيكا، احنا صعب نقارن بطولات حضرتك بمسيره كابتن احمد بلال، والله ليس تقليلا منك، ولكن لابد ان تقارن الشيء بنظيره او مثيله. هنقارن حضرتك بعدد فوز مرات كابتن احمد بلال بالدوري، هيبقى اكتر من كل بطولاتك. طيب بكاس مصر بطولة لوحدها 3 مرات فيما يقارن مسيرتك بالكامل، دوري أبطال أفريقيا فيما يقارن مسيرتك بالكامل 3 دوري أبطال أفريقيا. حضرتك ممكن نتكلم من 2002 فريق الزمالك ما بيحققش بطولة دوري أبطال أفريقيا، لاعب في النادي الأهلي مسيرته 18 بطولة، حضرتك بتقول أصل هو خد البطولات اللي أنا خدتها. أنا مش عارف إلا لو حضرتك خدت بطولات إحنا ما نعرفش عنها ولا حد يعرف عنها، بطولات خاصة بكابتن رضا سيكا لوحده مع نادي الزمالك. وصدقني لو عملنا المقارنة دي مع أغلب لاعبي الأهلي مش هتبقى في صالحك يا كابتن رضا. كل الاحترام لكابتن أحمد بلال، ولكن لما حضرتك تحط نفسك في مقارنة نعتقد تبعد عن أسماء مسيرتها ذهبية مع النادي الأهلي. هو واضح كده إن احنا في عندنا مشكلة في اسم رضا. اسم رضا دايما بيطلع بتصريحات مثيره للجدل، فدايما بيحدث عليه القاء الضوء. طبعا سبق الكابتن رضا سيكا الكابتن رضا عبد العال، وان كان تاريخ الكابتن رضا عبد العال كبير سواء في نادي الزمالك او في النادي الاهلي وبطولاته كبيره، بس انا عجبني سؤال او رد الزميل هاني حتحوت لما قال له انت قاعد سنتين ونص في الزمالك، فخدنا معيار عدد السنوات ورحنا لمعيار عدد البطولات، سواء عدد البطولات او عدد السنوات. كابتن احمد بلال من 99 ل 2005 في النادي الاهلي، خرج لتجربه احترافيه ثم عاد مره اخرى للنادي الاهلي ورحل عن النادي الاهلي في 2010. فبالسنوات كابتن بلال يتميز بالبطولات. كابتن بلال مش بس بيتميز على لاعبين، كابتن بلال تقريبا 18 بطوله، ما فيش نادي في مصر حقق عدد بطولات زي كابتن بلال غير نادي الزمالك. لكن هو الواضح ان كابتن رضا سيكا عنده مشكله تجاه كل ما يخص النادي الاهلي، وعنده مشكله كمان في انه بيلعب في حاجات في التاريخ مش منطقيه. تعالوا نشوف فيديو اخر، لكن تقريبا مر عليه اكتر من شهر، للكابتن رضا سيكا برضه كان بيتحدث عن النادي الاهلي، ونرجع نعقب. 97 احنا وصلنا نهايه كاس مع نادي الاهلي، احنا كان طريقنا بنلعب مين يا احمد؟ بس النادي الاهلي في طريقه كان بيلعب عثمان، وبعد عثمان طنطا لو تفتكر. مولين طنطا. لا عثمان، ايوه مولين طنطا. مش اتحاد عثمان. لا عثمان اللي هو بتاع نادي طنطا. مولين طنطا. النادي الاهلي لعبه في دور 32. كسب، لعب نادي لعب نادي اسوان، كان اسوان ترتيبه اللي هو الاواخر. كسب، لعب نادي الاتحاد عشان كده وصل النهائي. تخيل اتحاد الكوره كان مدينا مين؟ في طريقنا احنا، تمام؟ النادي الاسماعيلي. اول مباراه لينا احنا لعبنا بور فؤاد، ده كان فرقه من معروفه. المنصوره
وليد عبد الله صعب فرقه صعب عز الرجال فرقه صعبه قوي لا اللي هم جم الزمالك بعدها وليد وكمونه وتامر كامر حميد لا 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 فرقه ما ينفعش كسبناهم وجالنا الزمالك جالنا الزمالك على ارضنا كسبنا 1-0 لو تفتكروا اللعب وجهات النظر من حقك ان تقول ما تشاء لكن فكره انك تتكلم في تاريخ ومباريات والحقيقه اللقاء ده كان واضح ان هو بيسترسل من ورقه مكتوبه بمشوار النادي الاهلي ونادي الاسماعيلي فكان واضح جدا ان هو كان جاي مركز هيوجه الانتقادات لفين في محاوله اخرى بائسه لفكره مجاملات النادي الاهلي فلو جينا كمان لتاريخ المباريات دي اولا اول خطا ان نادي الاسماعيلي ما واجهش في الدور ال 32 بور فؤاد واصلا دور ال 32 كان عباره في مسابقه كاس مصر عباره عن مجموعات 8 مجموعات كل مجموعه 4 فرق بيصعد اول وتاني كان مجموعه النادي الاهلي بالفعل معاه اسمصون لكن كان معاه اسوان وغزل دمياط الجانب الاخر الاسماعيلي معاه البلديه والمنيا وعمال المنصوره طبعا كلها كانت فرق في مؤخره الجدول او فرق قسم تاني وده طبيعي جدا في كاس مصر في دور ال 32 مش بور فؤاد يا كابتن رضا وبالمناسبه انت طلعت تاني بعد البلديه في الوقت اللي النادي الاهلي تصدر فيه المجموعه في دور ال 16 بالفعل الاسماعيلي لقى المنصوره وبالفعل المنصوره في الوقت ده كان فريق تقيل او كويس يعني في وسط الجدول في الوقت اللي الاهلي واجه فيه الكروم مش الاتحاد يا كابتن رضا الاتحاد ده كان في مباراه سابقه لكن الكروم وقتها كان فات اسبوعين تحديدا على مباراه الزمالك والكروم اللي فاز فيها الكروم على الزمالك 4-2 بقياده محمد عبد السلام ومحمد البيضه فكان فريق لا يستهان به في الفتره الزمنيه اللي الاهلي بيواجهه ولو هي فكره قرعه موجهه نادي الزمالك قابل في الدور ده فريق الرمايه فلو بتتكلم عن مجاملات فاعتقد النادي الاهلي ابعد ما يكون عن فريق واجه فريق الرمايه في دور الثمانيه الاهلي بالفعل واجه اسوان ولكن المباراه كانت في اسوان وكانت عارفين طبعا اجواء اسوان واسوان والنادي الاهلي فاز 3-2 واسوان في الوقت ده نهى مسابقه الدوري بفارق 7 نقاط عن نادي الاسماعيلي يعني تقريبا ما يعادل مباراتين يعني كان المستوى قريب جدا من نادي الاسماعيلي الاهم ان نادي الاسماعيلي في مواجهه اسوان في الدوري ما قدرش يفوز عليه لا في الاسماعيلي المباراه خلصت 1-1 ولا في اسوان المباراه انتهت لصالح اسوان 2-1 فده فريق اسوان اللي حضرتك بتستهين بيه يا كابتن رضا كمان اسوان في دور ال 16 اطاح بنادي المقاولين العرب ونادي المقاولين العرب كان بطل ابطال الكؤوس الافريقيه فريق لا يستهان به فبالتالي ما ينفعش احكم على فريق من منطلق نظرتي له الان والا لما نيجي نتكلم عن الترسانه في الستينيات يجي في مخيلتنا الترسانه اللي في الدور الثاني لا الترسانه في الستينيات كان الفريق بينافس النادي الاهلي وكان فريق بطل فدايما نتكلم عن الفريق وقت اللي كان قابل فيه البطوله في الدور قبل النهائي الاسماعيلي واجه بور فؤاد اللي حضرتك ذكرت ان الاسماعيلي قابله في الدور الاول فريق بور فؤاد كان دور الثاني كان في مش في الدوري الممتاز فلما تقابله في الدور قبل النهائي ايهما اصعب انت بتقابل بور فؤاد ولا الاهلي اللي بيقابل الاتحاد السكندري يا كابتن رضا اعتقد لعبت كتير جدا في مباريات مذكوره في التاريخ عشان تحاول تقول ان النادي الاهلي بيتم مجاملته حتى في النهائي المباراه اتلعبت العصر بعد طلب النادي الاسماعيلي ذلك وموافقه الكابتن صالح سليم لدرجه ان رئيس النادي الاسماعيلي اهدى الكاس لكابتن صالح سليم فرجاء لو عايز تقول وجهه نظر قول ما تشاء لكن هتتكلم في احداث وتواريخ اعتقد هيبان جدا ان انت بتتكلم كلام مش صحيح ومش سليم يا كابتن رضا حقيقي يا احمد واحيانا الناس بتقول فلان بيقول كذا عشان يترد عليه فيبقى هو اثار جدل بصوا يا جماعه لو الاعلامي اللي قاعد مع الضيف صحح له المعلومات بشكل كافي هنا المتلقي مش هيفرق معاه ان خلاص يبقى في رد ولكن في متلقي قاعد بيرى في الضيف ده مصداقيه بما انه موجود على شاشه بيتفرج اما وان الضيف ده بيقول معلومات مغلوطه بيزيف بيها تاريخ وده تزييف للتاريخ بشكل واضح لازم يكون في رد لان في ناس ما عصرتش الكلام ده دي مشكله بنعاني منها سواء في الواقعه بتاعت كابتن احمد بلال او الواقعه اللي احمد شرحها لكم فيما يخص مباراه الكاس او مسابقه الكاس مش بس عانينا منها الاسبوع ده مع كابتن رضا سيكا كمان كابتن عفت نصار اخذت الامور معاه منحنى في رايي صعب جدا السكوت عليه اعلاميا لانه بيثير فتن بيمثل خطوره وبيهدد فكره حقائق تاريخيه وكمان مش مفهوم ازاي كلام مرسل يتقال بالشكل ده وبدون اي توضيح نطلع للفيديو ده اللي فيه كلام خطير جدا عن اختيارات الحكام ونرجع نعقب عليه رايك في التحكيم المصري هذا تصفيه حسابات مع مستشار مرتضى منصور ولا التحكيم من زمان منحاز للنادي الاهلي ده عمر قاسم
من زمان قوي. طبعا احكي لكم موضوع كده من صحابي، انا مش عايز يعني اقولها، يعني انا قلتها قبل كده بطريقه بس اقولها بطريقه ثانيه عشان تفهم. يعني اتنين صحابي صغارين في السن كلموني ان هم يروحوا نفسهم يبقوا حكام، فراحوا قابلوا حد في لجنه التحكيم في الحكام الحكام عشان يدوهم المواعيد. فاللي قاعد ساله قال له انت زملكاوي ولا اهلاوي؟ قال له زملكاوي. قال له طب تليفونك اتصل بيك. اللي بعديه دخل بدقيقتين قال له انت زملكاوي ولا اهلاوي؟ قال له اهلاوي. قال له المعادي يوم كذا. والله العظيم الكلام ده حقيقي مش نكته، لا ده حقيقه والله العظيم. والله العظيم حقيقه، ويسال فيها كابتن وجيه احمد هو اللي كان بيقول الكلام ده. يعني انا بكلمك كلام حقيقه. وبعدين ده ابني اللي كان راح هو وصاحبه. ابنك ابن انا فلا الامور محتاجه كتير قوي. مره اتنين صحابي، واحد فيهم والتاني اعتقد دي نكته، بس صدقني نكته بايخه جدا، ان يبقى في كلام مرسل بالشكل ده. وان حضرتك لو ابنك كان هيبقى حكم بالعقليه بتاعت ان انا اقول معلومات بالشكل المرسل ده وفيها العداء والكراهيه دي، او ان انت بتثير التفرقه بين الانديه، ده فايا كان لو الواقعه صحيحه حسنا فعلت لجنه الحكام، لان بالمنطق ده صدقني كان هيشوب كل حاجه بيعملها عوار. ولكن عشان نشوف اطار الكلام ده مرسل ولا حقيقي، استغربنا يا كابتن عفت لما وقفنا عند مسيره حافله من الادعاءات والكلام المرسل والكلام اللي مليء باكاذيب. صدقني لما نستعرض الفقره دي هتحس انك زعلان من نفسك قوي. لا هو كمان الفكره كمان ان انت ممكن تحكي واقعه بشكل وترجع تحكيها بشكل تاني خالص، وده بيدل ان مفيش مصداقيه في الكلام. لكن هي الفكره السؤال الموجه وكلمه يا التحكيم من زمان كده، من ايام الكابتن حسين امام عم الكابتن حماده امام، ولا من زمان في ستينيات الكابتن صبحي نصير اخو نبيل نصير، ولا من زمان ايه بالظبط الحكم احمد بلال في الثمانينات، ولا الحكم حسين فهمي اللي لغى هدف واضح اهدى دوري 78 للزمالك؟ اي زمان يا كابتن؟ ولا انتم مش واقفين غير عن جول حسن شحاته الملغي اللي لغاه حكم زملكاوي وهو والد الكابتن ياسر عبد الرؤوف؟ موضوع صعب جدا فكره ان احنا نقعد نتناول التحكيم في كل كلمه وكان شماعه بنعلق عليها. لكن الاهم هناخد بطوله من اللي شارك فيها الكابتن عفت نصار وكان له وقعه حابب يحكيها. نسمع حكايته للواقعه دي ونرجع نعقب. عايز ارجع لفريق الاحلام برضو، مصمم انت تاخدني بعيد عن فريق الاحلام. جينا نزلنا المباراه بس سيبنا بقى من الشماعه التحكيميه، انا مش عايز اقول الشماعه التحكيميه، الظلم التحكيمي. لا والله ده ناخدش في الفنيات على موقف بس صغير. طب اتفضل يا كابتن عارف. كابتن ادري عبد العظيم، في كوره انا كنت رايح للجون وابراهيم حسن دخل فيها من ورا كده، فالجزمه بتاعتي اتقلعت، فراح مديني انذار سيميليشن. فانا اتنرفزت وبقول له دي كوره ده بنالتي وجون وبتاع، فقال لي بس يلا اطردك. قال لك بس يلا اطردك بالحرف كده؟ والله العظيم. فانا تلفظت لفظ غريب جدا، فهو تلفظ عليا نفس الالفاظ، فقلت له والله العظيم انا ممكن اضربك بالبتاعه دي ويبقى اسمك الحكم ابو البتاعه دي. فقال لي طب هطردك. قلت له طب وريني. ما تقدرش، اصل انت راجل كذا 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 كذا. ده في جدال بقى، في خناقه بين لاعب وحكم، بيتم اتهامه الحكام ان هي بتجامل النادي الاهلي. هو واضح ان الكابتن عفت نصار لا سمع كابتن فاروق جعفر في ازاي بياخد ركله جزاء وانه ما خدش ولا ركله جزاء صحيحه، ولا سمع الحكم اللي قال لكابتن رضا ابو علي وهو في الزمالك اقع جوه ال 18 واحسب لك ركله جزاء. كمان كابتن عفت نصار جاي بيقول ان في سب متبادل بينه وبين الحكم، وبيدعي ان فكره ان الحكم عشان عارف ان هو غلطان ما رضاش يطردني. لا هو كان المفروض الحكم يطردك حتى لو غلطان. هو احمد قال كمان كلام نركز فيه، قال الجزمه اتقلعت مني وانا رايح الانفراد والحكم تلفظت عليه وتلفظ عليا. طيب دي الواقعه اللي حكاها. نروح نشوف فيديو كابتن عفت نصار هو والله ونفس الواقعه الواقعه والله، وهو بيحكي الواقعه دي في قناه النيل للرياضه، ونرجع عشان عندنا تعقيب مهم جدا. احكي لهم على الموضوع بتاع كابتن ادري عبد العظيم، لما احنا نزلنا الزمالك معترض ان ادري يحكم للزمالك خلاص ومش هيحكم، والاهلي كان معترض على محمد حافظ، واتحاد الكوره اصدر قرار الاثنين دولت مش هيحكموا الفرقتين نهايه الموسم، وجينا نزلنا الاستاد احنا سخنا والاهلي بيسخن وجمال غندور بيسخن في الملعب، جينا وقفنا في السلام الجمهوري، جمال غندور دخل وخرج ادري من اوضه اللبس ووقف قدامنا وهو اللي هيحكم المباراه بالعافيه. اني عداله؟ انا كلاعب نادي الزمالك في الوقت ده احس بايه؟ احس النادي بتاعي ضعيف؟
احس ان انا مهما هعمل يعني والله العظيم والله العظيم والله العظيم ان في الدقيقه 17 او الدقيقه 19 في كره كنت رايح اجيب جون واتشلت من ورا كده وخدت كارت ستيميليشن. والله العظيم ادري يا عظيم قال لي والله العظيم هتتغلبوا لو عملتوا اللي النهارده عشان سحبتوا من المباراه في المباراه دي تقريبا. ايوه بقول والله العظيم والله العظيم والله العظيم قلت الكلام ده في التحقيق بتاع اتحاد الكوره ولا حاجه. وبعدها باسبوع ادري يا عظيم كان هو اللي ماسك قناه النادي الاهلي البرامج الرياضيه في النادي الاهلي عادي مكافاه عاديه وعلى الملأ مفيش مشكله لان الزمالك فقد الناحيه الاعلاميه بتاعته اللي انا بطالب بيها المستشار مرتضى منصور بقول له عليها لازم عندك ناحيه اعلاميه. الاعلام هو انت النجاح. انت بتحب تتكلم على انهي سنه؟ الفريق احلام. طب ده ما كانتش قناه الاهلي كانتش موجوده. لا كانت موجوده قناه الاهلي في الوقت دوت. لا ما كانتش موجوده. لا كانت موجوده ومسك ادري بعدها مسك ادري بعدها مش ممكن مسك ادري بعدها مدير البرامج الرياضيه في النادي الاهلي. في النادي الاهلي برامج الرياضيه في النادي الاهلي ازاي؟ في قناه النادي الاهلي. ما كانش فيه قناه النادي الاهلي ساعتها. لا كان فيه. طيب انا ماليش علاقه بقى هو مسك ولا ما مسكش او فيه او مش فيه عشان ما نقعدش نختلف لا لا فيها لا لا لكن هي الفكره انه عليك مش العهده مش العهده بعدها بعدها العهده على حضرتك في انك قلت ان هو قال لك كده. أيوة قال لك كده في الملعب هو بتقول الكلام ده. بعدها مسك بعدها مسك بعدها مش في نفس السنه مسك بعدها البرامج الرياضيه زي لا كان فيه. ايش عرفك انت؟ كان في سنه 96 قناه النادي الاهلي 97 موسم 96 97 اللي بنتكلم في قناه النادي الاهلي في 2008 كابتن ادري عبد العظيم كان ماسك في قناه النادي الاهلي بعدها قبل انشاء قناه النادي الاهلي في كتير. دي حاجه بتعكس ليكم خلفيه عدم صدق الراوي في روايته. ولكن نيجي لحاجه كمان هو حكى الواقع اصلا بشكل مختلف تماما. يعني الواقعة اللي كان فيها الجزمة اتقلعت بقت أحداث تانية وأنا قلت له وشتمته وقلت له لو تقدر الواقعة اتحكت برواية مختلفة تماما. الحاجة الثالثة يا كابتن عفت وحضرتك كيف تخرج على الإعلام وفي سيبك بقى من أهلي وزمالك في نشأ صغير بيتفرج عليك والمفروض أنت بتقدم رسالة. فكرة استخدام القسم في فيديوهاتك الثلاثة اللي عرضناهم ورا بعض في روايات مختلفة ووقائع مختلفة حضرتك بتوصل رسالة للناس ايه؟ مش معقول احكي حاجات كلها بتثير فتن وكلها اكاذيب حضرتك بتطرح نفسك اعلاميا ليه بالشكل ده؟ لو انت بتستهدف النادي الاهلي سهل جدا نجيب فيديوهاتك ونحرجك بالشكل ده ونقول لك كلامك مش حقيقي. ولكن صدقني حضرتك احترامك لنفسك واحترامك لحتى ابنك اللي حضرتك كنت شايف ان هو يصلح يكون حكم أكيد لازم ترسخ جواه مفاهيم مختلفة تماما. مش ترسخ جواه مفاهيم تخص الاضطهاد والمؤامرات والتوجه اللي حضرتك في كل مرة بتتكلم عليه. يا كابتن عفت حضرتك محتاج تقف وقفة مع نفسك لأن في كل مرة حضرتك بتتكلم بترد على نفسك إن كلامك فيه كتير جدا من الكلام المرسل واللي آسف أقولك إنه غير صادق. مش عارف أستخدم لفظ تاني للأسف لأن غير صحيح. خلينا بغير صحيح. غير صحيح أو غير صادق ولكن نتمنى تراجع نفسك لان حتى الشهود بتوع الروايه احمد لهم وقائع مختلفه خالص عنك. اكيد بس انا ما اندهشش ان كابتن عفت نصار قال ان الكابتن ادري عبد العظيم في سنه 97 تم تعيينه في قناه النادي الاهلي لان الكابتن طارق يحيى قبل كده قال في 86 بعد ما خدنا دوري ابطال افريقيا صعدنا لبطوله كاس العالم للانديه كاول فريق مصري يصعد لبطوله كأس العالم للانديه. فالتصريحات دي خدنا عليها ما بقيناش نندهش لما نسمعها. لكن عشان نقفل بقى موضوع الدوري ده وفكره الكابتن ادري عبد العظيم تعالوا نشوفوا الكابتن ادري عبد العظيم نفسه في شهاده تاريخيه مع لاعب كان احد نجوم نادي الزمالك في وقت الجيل الذهبي او جيل الاحلام. واول قرار خدته في المباراه كان لصالح الزمالك. كان عفت نصار هو اللي انا حسبت له الخطا لصالحه وفوجئت ان هو جاي بيعترض عليا. طب بتعترض عليا ولا بفاول لك؟ لقيت فوجئت بقى ان القرار جالهم ابتدى الزمالك ينسحب وصفرت نهايه المباراه وخلصت. ما بعد المباراه ديت كنت انا كنت محترف في لبنان وسافرت بعد المباراه اكمل السنه الاخيره ليا هناك في لبنان. كان معايا بقى هناك في لبنان الكابتن اشرف قاسم هو كان بيلعب في الزمالك في الماتش ده. جه اشرف قاسم وانا كنت موجود عنده وكنا بنزوره. فاشرف قاسم بيقول لي يا كابتن دي احلى مباراه انت عملتها. قلت له انا عايز اسالك سؤال يا كابتن. لا مش كده انتوا انسحبتوا ليه؟ يعني الكره قال لي الكره جول ما فيهاش حاجه. قال لي احنا انسحبنا زي ما حضرتك عارف ان التعادل كان لصالحنا
جه الجول الثاني قضى على الامل، ففوجئنا ان الجماهير بترمي ازايز الميه البلاستيك على دكه البدلاء. دكه البدلاء هربت من ازايز الميه ودخلت الملعب. احنا في الملعب افتكرنا ان البدلاء جايين يعترضوا، فاعترضنا فباظ كرسي في الكلوب، باظ المباراه. اعتقد شهاده واضحه جدا لحكم المباراه نفسه. وبالمناسبه لان بعض الناس بتقول او بعض لاعبي نادي الزمالك بتقول ان الزمالك كان معترض على قادر عبد العظيم، ووجود قادر عبد العظيم يعني اربك حساباتنا. الدور الاول كان النادي الاهلي معترض على الحكم الدولي الكابتن جمال الغندور، ومع ذلك تم تعيين الكابتن جمال الغندور حكم المباراه الدور الاول اللي انتهت 0-0. اعتقد الكابتن قادر عبد العظيم مش هو ابدا اللي خلى نادي الزمالك يخسر نقاط كتيره جدا عشان يوصل للمباراه دي بعد ما كان قاب قوسين او ادنى من الدوري ويوصل لمباراه حاسمه. اعتقد موقف الزمالك كان بدا في التراجع في الدور الثاني، والفوز على المنصوره الشهير في المنصوره 3-0 اللي السلام الجمهوري او الفرقه النشيد الجمهوري اللي بتعزف الحرس الجمهوري دي نزلت عزفت سلام الشهيد والمباراه شغاله، وطبعا عارفين كواليس وابعاد المباراه نادي المنصوره اللي كان عامل نتيجه ايجابيه في القاهره اتغلب في المنصوره 3-0، ومع ذلك لاعب النادي الاهلي قدام نادي الزمالك وباعتراف اللاعيبه بتاعه نادي الزمالك ومنهم اشرف قاسم ان الحكم ادار المباراه بكفاءه ولهدف صحيح. واذا كان الكابتن قادر عبد العظيم بيقول حكايه عن كابتن اشرف قاسم السليمه، عندنا لاعب اخر، عندنا لاعب من حضور الواقعه اللي انتهت بانسحاب نادي الزمالك بعد الهدف في الدقيقه 89 لكابتن حسام حسن. ولكن زي ما احمد قال لكم سهل جدا ان انت تروح تدور على لحظه تحطها شماعه عشان تعيش في نظريه المؤامره طول عمرك. الدور الاول في الدوري ده انتهى بفارق 6 نقاط كامله لنادي الزمالك، الدور الثاني انتهى الدوري 70 نقطة للنادي الأهلي 66 للزمالك بفارق 4 نقاط. آخر 10 جولات يا أحمد نادي الزمالك حقق 18 نقطة من 30 نقطة، خسر 12 نقطة، ونادي الأهلي حقق 28 نقطة من 30 نقطة، 9 فوز وتعادل. إذن اللي هيبص على الصورة من بعيد هيبقى متأكد أن القصة كانت أبعد من فكرة فريق اتجامل في مباراة، الفكرة فريق فقد ثقته في نفسه وعرف ان هو فرط في الدوري وما قدرش يصمد قدام ضغط النادي الاهلي عليه، اللي لو مرينا على مدار التاريخ اقربها الموسم اللي فات هتتأكد ان ده السبب. ولكن ظروف الانسحاب اللي احنا حكيناها لكم يؤكدها لاعب كان موجود في الجيل ده وكان حاضر، وهو كابتن نبيل محمود، وهو بيحكي الكابتن مدحت شلبي ملابسات الانسحاب. نطلع نسمع الفيديو ونرجع نعقب. فبامانه كان خروجنا من المباراه يعني خلاص، هو كان النادي الاهلي كان يكفي التعادل ناخد الدوري في المباراه دي. نعم. وطبعا النتيجه كانت 1-0 والهدف ده اعتقد كان في الدقيقه يعني 42 43 تقريبا، يعني المباراه كانت انتهت والدوري كان انتهى. فاحنا يعني كده بالبلدي كده قلنا ايه نضلمها بقى علينا وعلى النادي الاهلي وعلى كله ونعمل الواقعه دي بامانه يعني. لكن هي الكوره ما كانتش اوف سايد خالص بقى. لا طبعا ما كانتش اوف سايد. الكوره ما كانتش اوف سايد، اعتقد ده الكابتن نبيل محمود، عشان لو حد قال هو ايه ضمننا ان اشرف قاسم قال الكلام ده الكابتن قادر عبد العظيم، الكابتن نبيل محمود بنفسه هو اللي كان مغطي منطقه التسلل. اعتقد يا كابتن عفت نصار ردينا عليك في كل شيء، وردينا فيما يخص قضايا النادي الاهلي والدوري اللي اتحسم بفضل جهد لاعبي النادي الاهلي واصرارهم على الفوز خلال الدور الثاني زي ما استعرض فارس. اعتقد قضيه اخرى تم قفلها وندخل في قضيه ثالثه. دايما دايما بيتم اي اعلامي يجيب اي حد من الاسماعيلي بعض الناس تبدا تشعل فكره التهجير، وان النادي الاهلي والخلافات بين الاهلي والاسماعيلي دايما كانت عشان النادي الاهلي رفض استضافه نادي الاسماعيلي، والكلام ده اعتقد يا فارس لا اساس له بالصحه من لا اساس له بالصحه، وده دور الاعلام. نتحدث دائما عن خلاف بين النادي الاهلي والاسماعيلي، إذا عرف سببه وتم زواله مفترض ما يكونش فيه أي مشاعر ضغينة، لأن لما يتعلق الأمر بفكرة رفض النادي الأهلي لاستضافة نادي الإسماعيلي خلال التهجير ودي لحظة وطنية لمصر كلها، إذن إحنا نعبث بشيء صعب جدا لأي مشجع إن إحنا نقول تغاضى عنه. بس هل ده حديث أصلا حقيقي ولا لأ؟ نطلع للفيديو ده نسمع أصلا الافتراء عن النادي الأهلي في الواقع وهنرد عليكم بتفنيدها تماما. نطلع ونسمع الفيديو. جمهور النادي الاسماعيلي بيحب نادي الزمالك لان نادي الزمالك اللي انا سمعته ان ايام الهجره دي قصه ما اعرفش مدى صحتها، لكن انا رحت ولقيتها وحفظتها ولمستها طبعا طبعا ان النادي الاهلي نادي الاسماعيلي ايام الهجره راح للنادي الاهلي
عايز ملعب يتدرب فيه. فقال له انا ما عنديش غير ملعب مختار التتش. فعلا النادي الاهلي ما كانش عنده غير في الجزيره هو ملعب مختار التتش، وده بيلعب عليه جميع الناشئين والفريق الاول. فراح للنادي الزمالك فقال عايزين ملعب نتمرن فيه. فنادي الزمالك عنده الملعب الرئيسي وعنده ثلاث ملاعب فرعيه. فادالنا ملعب فرعي، ادى النادي الاسماعيلي ملعب فرعي، وادالنا استراحه كمان لعيبه. فيقال ان جماهير النادي الاسماعيلي شالت ده لنادي الزمالك وشالت ده برضه للنادي الاهلي. هو للامانه الاستاذ محسن عبد المسيح قال انا ما اعرفش صحه الواقعه من عدمها، وافترض ان اسباب الواقعه ان هو سمعها بالتناقل، وده اللي هنوضحه له ان هو مش حقيقي تماما. قال ان النادي الاهلي كان عنده ملعب واحد وملعب التتش، ونادي الزمالك كان عنده ثلاث ملاعب فرعيه، فده اللي سمح لنادي الزمالك. هو حتى لو اوجد مبرر نحن لا نقبل على نفسنا حتى لو كان ملعب واحد ان يكون ده اللي حصل، لان عندنا ردود وشهادات تاريخيه. الاهم ان هو قال ان نادي جماهير النادي الاسماعيلي شالت ده للزمالك وشالت ده ايضا للنادي الاهلي، برغم ان النادي الاهلي مالوش ذنب، وبشهاده نجوم الاسماعيلي نفسهم وعلى راسهم الكابتن سيد بازوكا. يعني عشان الناس ما يعرفوش اننا ترفع يعني مرهفين ولا يعني ازاي ممكن في وسط الصعوبات دي تكسبوا بطوله افريقيا؟ اتعمل لنا بعد كده مبنى اجتماعي، اتعمل لنا مبنى في نادي الجزيره، وبعدين نادي الزمالك استضافنا وكنا قاعدين في نادي الزمالك كنا بننام تحت المدرجات. تاريخ ان الزمالك هو اللي استضافنا وان الاهلي رفضنا. لا الاهلي ما رفضش. انا برضو عاوز اقول للناس ومن خلالك هاني يعني بامانه، انا بامانه من غير تجميل القصه، في ناس بتتكلم دايما. الاهلي عمرنا ما طلبنا منه اننا نعسكر عندهم. انا بقول لك انا قعدت سنه مع عند الاهلي العب دوري داخلي معاهم، وكنت زي واحد منهم يعني. بالعكس نادي الاهلي ما عمره ما رفض الاسماعيلي. نادي الزمالك هو استضافنا الكابتن محمد حسين الله يرحمه، الراجل استضافنا وادانا الملعب بتاعه، وادانا الحجر حجره الملابس بتاعتهم. كنا احنا بنتعامل اكتر من لعيبه الزمالك يعني. يعني الزمالك لكن الاهلي ما رفضش. لا 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 ما رفضش استضافه الاسماعيلي باي مرفض. شكل من الاشكال ولا رفض في اي حاجه باي شكل من الاشكال ولا رفض اي حاجه. اعتقد هنقعد اذا عدتم عدنا روايه لازم كل ما تتكرر نرد عليها. كابتن سيد بازوكا قال انا كنت سنه وسط فريق النادي الاهلي واحد منهم، بالفعل كنت واحد مننا، والموضوع منتهي تماما. ونادي الاسماعيلي وقت ما عرض على النادي الاهلي لعب في النادي الاهلي، ده اللي هنتناوله دلوقتي. بنشكر كابتن سيد بازوكا لان هو عارف ان دور اي حد منتمي عنده اي شهاده تاريخيه ما ينفعش زي ما استاذ محسن عبد المسيح عمل ويقول انا سمعت الروايه دي، حاجه حساسه جدا. نطلع للفيديو ده ونسمع المؤرخ الرياضي عادل سعد وهو بيتكلم، ونرجع نعقب على الفيديو. قديم احنا هننسف الاسطوره اللي انت كنت بتتكلم فيها دي. يا ريت. بص يا سيدي، مبدئيا القصه ديت بدات مع دوري 66 67. دوري 66 67 الاسماعيلي قدر يتوج بالبطوله، وكان على تالق اللاعب الشاب ساعتها واحد من اعظم من لمس الكره في تاريخ الكره المصريه، فاكت الكره المصريه الكابتن على ابو جريشه. الحرب قامت، ظهر على السطح، ودي دايما بيتناولوها بقى على السوشيال ميديا وفي حتت كثيره، مش عايز يعني اذكر الاماكن بالظبط، ان يقول لك ان لما قامت الحرب الاسماعيلي عشان يتجمعوا بقى اللي جاي من طنطا واللي جاي من الزقازيق واللي جاي من بنها، لان كان كله تهجر من مدن القناه، قال لك الاهلي ما رضاش يستقبل الاسماعيلي. الكلام ده ما حصلش. بص، لا الاهلي طلب والاسماعيلي رفض، تمام؟ هو العكس المفروض، يعني الاسماعيلي يطلب والاهلي اللي يرفض. حلو، الاسماعيلي انت قصدك ان الاسماعيلي طلب والاهلي رفض؟ لا ما حصلش برضه. طب الاهلي عرض والاسماعيلي رفض؟ برضه ما حصلش. ما ايه اللي حصل؟ اللي حصل بالظبط ان كان ساعتها وزير الشباب اللي كان وزير الرياضه اللي كان موجود كان اسمه طلعت خيري. كويس. اتكلم عن الناس بتوع النادي الاسماعيلي، يا جماعه عشان النادي لسه بطل دوري، تعالوا هنجمعهم. واتكلم مع نادي الزمالك، عرض ساعتها مدير نادي الزمالك اللي هو حسين لبيب ان يتم استضافه نادي الاسماعيلي في ملعب نادي الزمالك، يتمرنوا وكمان يقدموا ماتشاتهم عليه. كويس. هقول لك بقى على حاجه بقى، احنا هنخش في تفاصيل مهمه جدا. في الفتره دي انت الحرب كانت في يعتبر في نص السنه في 67، في شهر 11 الاسماعيلي كان عنده جوله في الدول العربيه للمجهود الحربي، ودي كانت من اعظم الحاجات اللي عملها نادي الاسماعيلي في تاريخه. كويس. انا بعتبرها اعظم من البطولات كمان، لان هو ساهم بنسبه كبيره جدا في المجهود الحربي ب 56,000 جنيه استرليني من 17 مباراه، لف يوم بقى البحرين والسعوديه عشان يجيبوا فلوس لمصر.
في الوقت ده لو في مشاكل ما بين الاسماعيلي والاهلي، هل الاسماعيلي سايق يعني هيجيب لاعب من الاهلي ياخده معاه، ولا الاهلي هيقول لك لا ده احنا في ما بيننا مشاكل؟ لا، في لعيب راح مع الاسماعيلي حضر الجوله دي، رفعت الفناجيلي. يبقى ثانيه واحده بس عشان احنا بنتكلم في كلام خطير جدا يعني. احنا بنقول انه لا الاسماعيلي عرض انه يلعب او الاهلي يستضيفه ولا الاهلي رفض. القصه دي ما حصلتش نهائيا، دي ما حصلتش خالص. مزيد من الشهادات التاريخيه اللي دور كل حد فينا ان هو يوضحه، عشان ده بجد دور الاعلام، ان انت تزيل اسباب ومسببات التعصب الوهميه. لو شفنا خبر للاستاذ نجيب المستكاوي كان بيتكلم فيه كمان عن تفاني الانديه، اللي اكيد في سياق ان ما كانش فيه اي شيء يثبت وجود اي عدائيه ما بين نادي الاهلي ونادي الاسماعيلي، كان بيتكلم فيه تحت شعار من مع من يلعب المحلاوي وطه بصري وهاني. هنا المقصود كابتن هاني مصطفى، كان النادي الاهلي منح نادي الاسماعيلي كابتن هاني مصطفى عشان يشارك معاه في التوقيت ده، وفي بطوله 70 كابتن هاني مصطفى شارك مع نادي الاسماعيلي اللي خرج في نصف النهائي امام كوتوكو، تعادل 0-0 هنا، وكان بيلعب المحلاوي وكابتن طه بصري وكابتن هاني مصطفى، وخسر 2-0 في كوتوكو. والمباراه دي اكيد كل الفرق هنا كانت بتقدم التعاون، وعايزين نقول ان النادي الاهلي مفيش وثيقه واحده تثبت اي شيء عن رفض فكره التهجير ولا رفض استقبال النادي الاسماعيلي يعني، ولكن في مئات الوثائق التي تثبت ان هذه الواقعه مجذوبه على جمهور النادي الاهلي والنادي الاهلي لاثاره الفتن. ومش دي بس يا احمد، احنا معانا كمان شهاده مهمه جدا. ولاحظوا ان احنا ما استخدمناش شهاده اي حد اهلاوي، اتكلمنا عن كابتن سيد بازوكا اسماعيلاوي، اتكلمنا عن المؤرخ التاريخي عادل سعد، كمان عندنا شهاده اخرى من الاستاذ ابراهيم عيسى. لم يجد قلبا حانيا من النادي الاهلي، والنادي الاهلي رفض انه النادي الاسماعيلي يتدرب على مختار التتش، او انه النادي الاهلي يستقبل لاعبي وجهاز التدريب للاسماعيلي في تدريبات على مختار التتش، ومن ثم اللي وافق نادي الزمالك. فعشان كده الاواصر والعلاقات بين نادي الزمالك عظيمه ورائعه والاسماعيلي، انما الاهلي طول الوقت مرفوض في الاسماعيليه ومن جمهور الاسماعيلي علشان القصه التاريخيه القديمه دي. شوف بقى هنا المشكله الحقيقيه، اولا انك بتتهم الاهلي بانه نادي في لحظه وطنيه شديده لم يكن وطنيا، وده مستحيل من سبع المستحيلات، زائد انه بعد 67 وقبل 67 وفي اي وقت يعني، لو النادي الاهلي او الزمالك او الاسماعيلي او بتاع يعني ضد اراده الدوله، كانت الدوله يعني خلصت الموضوع بدري يعني لو الدوله عايزه الاسماعيلي يتدرب في مختار التتش مش هيتدرب في مختار التتش، الاهلي هيقول لا، فالدوله انا خايف الاهلي. هذا الكلام عبث يعني. اللي حصل ايه؟ اللي حصل انه لما فعلا حصل التهجير لاهل القناه العظام للشعب الباسل سواء في الاسماعيليه او بورسعيد او السويس، فعلا الاسماعيلي كان عايز يتدرب فريق، كان حصل بطوله الدوري وقتها في نكسه 67، كان الدوري انتهى ببطوله الاسماعيلي، بفوز الاسماعيلي ببطوله الدوري، عايز يتدرب لانه داخل على البطوله الافريقيه، وكمان الاسماعيلي لانه بقى فريق الدراويش القادم من عظمة كفاح الشعب المصري في مدن القناة، فكان أصبح كمان اسم له رنين وقوته وأهميته في الدول العربية وحتى الدول الإفريقية، عنوان لمواجهة وعنوان لمقاومة وعنوان لبطولة، بطولة شعبية مش فكرة بطولة رياضية بس. فنادي الزمالك وبمبادرة منه عرض على الإسماعيلي انه يجي يتدرب في نادي الزمالك، بس خلاص. مبادره عظيمه جدا، جميله جدا، وسبق عظيم في الوطنيه وفي الخير وفي الجمال وفي النبل وكل حاجه، لكن مالهاش علاقه بالاهلي خالص، يعني الاهلي ما اعترضش، ما حدش راح قال يعني اشمعنى هم مش عايزين يروحوا ميت عقبه وعايزين يروحوا الجزيره، مش فاهم. اللي حصل انه الزمالك دعا والاسماعيلي استجاب، ما الاهلي ايه اللي دخله في الموضوع؟ بالمناسبه الاهلي بعد كده فعلا استقبل مباريات للاسماعيلي في مختار التتش. اعتقد شهادة واضحة جدا. عايزين بس نؤكد على نقطة، دايما بنجيب الشهادات اللي هي فعلا مثبتة تاريخيا، اللي هي فعلا بتؤكد الواقعة التاريخية، لان واضع بعض الناس ممكن تظن ان احنا بنجيب بعض الشخصيات عشان الامر بيناسب هوانا، لا، احنا بنجيب الشخصيات اللي بتقول الكلام الموثق تاريخيا. والاستاذ ابراهيم عيسى حكى الواقعة، ولكن بس نقطة وحيدة اللي اختلفت معاه فيها، وهي فكرة
انتقال نادي الإسماعيلي من نادي الزمالك لنادي الجزيرة، لأن دي كانت أحداث شغف في مباراة ودية بين الأهلي والإسماعيلي. كان فارس دلوقتي بيتكلم عن هاني مصطفى اللي انتقل لنادي الأهلي، وبالمناسبة وقتها هاني مصطفى كان أفضل ظهير أيمن في أفريقيا. والكابتن طه بسر أيضا انتقل من الزمالك لنادي الإسماعيلي، ولكن دي سببت أثار سلبية عند جماهير نادي الزمالك. وفي مباراة ودية بين الزمالك والإسماعيلي في 8/8/1970 حصل شغف في مباراة كبيرة جدا. تطرق الأمر أن زي ما حضراتكم شايفين على الشاشة تعادل الزمالك والإسماعيلي 1-1، الأمر حصل فيه شغب، جماهير نادي الزمالك بدأت يعني تصب غضبها على النادي الإسماعيلي، وبدأ يكون فيه كلام أحرج مشاعر المسؤولين في نادي الإسماعيلي ولاعبي الإسماعيلي، فقرروا أن هم ينتقلوا لمركز شباب الجزيرة اللي كان فيه 16 غرفة تقريبا، وكان وقتها يمكن لاعبي الإسماعيلي حكوا الواقع كانت فيها صعوبة. ده طبعا بعد الواقع بتاريخ 10/8/1970، هل نقطع رقبة الزمالك بسبب 31 موتور؟ الأمر طبعا تفاداه نادي الإسماعيلي، وقلنا تهجير الإسماعيلي إلى خيمة مركز الجزيرة بتاريخ 11/8/1970. لكن الأهم بقى الخبر الثاني، الإسماعيلي والترسانة يلتقيان في ملعب الأهلي. هي دي بقى النقطة المهمة، لأن نادي الإسماعيلي طلب بالفعل اللعب على ملعب النادي الأهلي، فوجد كل الترحيب، وبالفعل لعب الإسماعيلي مبارياته الودية أو مباراة الترسانة كان بتاريخ 16 أغسطس 1970 على ملعب التتش في الأضواء الكاشفة، ثم تم بعد ذلك مطالبة النادي الأهلي إن مباريات الدوري نادي الإسماعيلي، طبعا عارفين كان في دوري 71/72، إن يلعب الدوري في على ملعب التتش. يمكن الدوري ما كملش، ولكن النادي الأهلي رد بالموافقة، وده موضوع بيؤكد كذب ادعاء من يتحدث عن فكرة الموضوع ان هو تهجير من عدمه. اعتقد وضحنا الامور بشكل قاطع جدا، واعتقد ان احنا كمان وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده. نشوفكم في حلقه جديده من الاهلي خط احمر. سلام.